الدنيا الفنون دي جميلة، والأجمل إنك تكون فنان، اسمك على كل لسان ورسمك في كل مكان، تشرق الشمس عليك تلاقيك بتتبسم، ولما القمر يسهر ما يلاقي غيرك صديق. صديق بيرسم بقلبه للحب مليون طريق، تغمض عينيك وتحضن بقلبك فضا واسع، ويحلف بقلبك وحبك كل يوم ملايين. بإذنك الفنان أصل الكون، عطية رب العالمين. الحقيقة طبعاً بعد المقدمة اللي أنا قلتها في الأول، نفسكم تعرفوا مين هو نجمنا النهاردة. كان ببساطة شديدة ممكن أقول لكم اسمه، لكن حبيت أخليها مفاجأة لغاية ما يقرب مني وأسلم عليه وأقدمه لكم، أو هو يقدم نفسه. أهلاً يا محسن. زي الصفاء باشا، وحشاني. أنت وحش أكتر وحش كل جماهيرك اللي عايزة تشوفه. What I do I cut myself، يعني إيه اللي ممكن أعمله؟ أقطع نفسي؟ لا كالعادة شخصيتك الجميلة الغير عادية، لذلك تقديمتك لازم تكون غير عادية. أنت الغير عادية مش أنا والله. محي العين. فاكر المسلسل اللي عملناه زمان اللي هو بتاع أنا والست مراتي مختلفين يا أخواتي؟ فاكر ده؟ كان تحفة. ما شاء الله ذاكرتك جيدة طبعا. ما شاء الله عليك محي، دايما ربنا يديم عليك الذاكرة الحلوة الجميلة دي. أنا عايزة أقول لك إنه كلامي وبداية كلامي خلتني أقول إني عايزة أسألك سؤال. بيقولوا الكتاب يبان من عنوانه، الفنان يبان من إيه؟ اسمحي لي أفتح الزرار ده. أسمح لك. الفنان يبان من إيه؟ يبان من إيه؟ الفنان يبان من رقيه، من ثقافته، من حضارته، من قيمته، من عطائه البشرية، من حاجة اسمها الكالتشر، الحضارة، الذوق، القيم، المبادئ، لازم يرسخ كل ده. لو فنان جه على وجه الارض ومشي كده وما سابش بصمه لها قيمه، صح، يبقى ملوش اي قيمه. هو ده الفنان. ده جميل جدا. وقال لك اذا ارتقى الانسان بلغ مرتبه الفنان. طب انا هسالك سؤال وتفضل معايا. يا ريت سؤالين. سؤالين يا ريت. ريت. ماشي. ايه هي يعني الدلالات اللي تكون محي اسماعيل؟ الدلالات. والله الدلالات مش انا اللي هقولها، الجمهور هو اللي قالها. ايه هي بقى؟ يعني من اول افلام من بداياتي الجمهور شاف حاجه جديده خالص على السينما. ما شافهاش سينما والمسرح. لا في السينما يمكن بالذات. اللي هي الاخوه الاعداء، دي كانت بدايه صعبه. ولذلك كان الفنانين اللي قبلي، سوري معلش انا هتكلم كتاريخ، يا ريت. الفنانين اللي كانوا قبلي كانوا بيعملوا ادوار كويسه جدا ولها قيمه. بس الفن الصعب ما كانش موجود في السينما. الفن الصعب، الصعب التقيل. ده من ناحيه التمثيل ولا من ناحيه التكنيك ولا من ناحيه شيل الاثقال؟ فن الصعب كويس. يعني ما انا معاك في شيل الاثقال. شيل الاثقال يعني بيبقى خاص بالتمثيل. لا الصعب بمعنى ايه؟ يعني انا مثلا الصعب بالنسبه لي الحاجه الصعبه اللي زميلي ما يقدرش يعملها اطلاقا. بمعنى انا فاكر مره كان في الاستاذ محمد راضي في بيقول لي، بقول لك ايه، احنا عايزين بقى نعمل مظاهره غير عاديه. ده فيلم ايه؟ فيلم وراء الشمس. فراح محمد راضي للداخليه، الداخليه قالوا له ما فيش حاجه اسمها مظاهرات. انا عايز اعمل مظاهره حجان دوري، لازم ولد يطلع يعمل ومظاهره غير عاديه. قلت له بس انا عندي فكره حلوه. قال لي هي؟ قلت له بكره جنازه عبد الحليم حافظ. اديني ماهر راضي. قال لي ماهر راضي هتعمل ايه؟ قلت له بس اديني ماهر راضي. قال تعالى في البيت عنده واسهر معاه لحد الصبح وخده وروح شوف ايه الجنون اللي عايز تعمله انت ده. قلت له ماشي. جه معايا الاستاذ ماهر راضي، حط الكاميرا في ميدان التحرير، طلع على الكوبري، قال لي هتقف هنا. طبعا مفيش حد موجود خالص. انا متصور ان الجمهور هيجي بقى يقف هنا في الجنازه. الساعه 12 الظهر بالدقيقه وقفت ودخلت بالراكور بتاعي. انا بصور في الصيف، يعني الراكور اللي هو نفس اللبس اللي انت بتلبسه، اللبس دورك. ورحت واقف كده ولابس نظاره، واقف عامل كده، الناس اتلمت فبيبصوا قالوا ايه ده وزموحي في ايه؟ قلت له مصلح عبد الحليم حافظ كنت بحبه قوي، كنت بحبه قوي، شيلوني عشان اهتم في حياته، شيلوني. فراحوا شايليني فلقوني عمال اقول ايه، يا حليم يا عظيم يا عظيم يا حليم، واخد جيستات على ان دي مظاهره، مظاهره حقيقيه. فالناس كلها لقيتها رافعه ايديهم، يا حليم يا عظيم يا عظيم يا حليم. وخلصت المسألة، خدنا الفيلم وروحنا. ماهر راضي ومحمد راضي عملوا الفيلم، شافوه لقى مظاهرة، راح حاطط عليها ايه، نشيد جمهوري، مزيكا، فبنت انها مظاهرة. وكتب إيهاب الليثي على الفيلم فيلم المليون كومبارس. ليه؟ بيفتح العدسة بيلاقي حوالي
نص مليون وانا في نصه. اسمح لي بقى اقول لك بقى، بص انا دي حاجه صعبه فعلا وحاجه جميله وحاجه غير تقليديه. اسمح لي اقول لك حاجه، وفي حاجات كتير اني هطلب، انا هطلب من المخرج انه لازم بالذات الشوت ده يجيبه. ايوه صح. ولو ان احنا مش يعني مش ده اسلوبنا في الاخراج، ولكن هذا وليكن اسلوبنا في الاخراج هذه المره. ايوه عشان هذه المره طبعا. اتفضل حضرتك كده بقى معايا وكمل. عايزه اقول ايه اللي بيتوافر داخل محي اسماعيل من علامات الغريبه او العلامات؟ اولا كل من على مات، كل من على مات. اتفضل حضرتك تقدر تقول لي ممكن نيجي انا؟ يا ريت اجي كده يعني. تعالى زي ما انت عارف كده. وانت هنا كده. ما قلتليش ايه بقى اللي يدل على ان محي اسماعيل فنان؟ هو طبعا الموهبه هي عطاء من الخالق، دي نمره واحد طبعا. وعشان الواحد يبقى فنان لازم يبقى له سلوكيات راقيه، نعم، ويعلم الناس مكتسبات حضاريه. بس محي انت طبعا عشان قلت لك في الاول انك فنان غير تقليدي، انا عندي سؤال تقليدي بقوله في كل حلقه، امتى بتشعر بلحظات الصفا او بساعه صفا؟ انا بحس بساعه الصفا في الفجر. الفجر وبحس بساعه الصفا لما بلاقي البلابل بتغرد، ولما بلاقي الشجر بيخضر، ولما بلاقي الزهور بتتفتح ولما بلاقي صفاء والسعود جنبي كمان. ساعة صفاء ساعة صفاء. طب ومع مين يا محي بتحس الاحساس ده فعلا؟ الصفاء ده والله بحس ده لما اكون قاعد مع كتاب له قيمه. كتاب لما اكون بتامل. انت قارئ جيد. اقرا من طول عمري يعني. يعني رجل الموسوعي الثقافه. يعني ما مش تقليدي في اي حاجه يعني. بحس بتاع الصفا لما اشوف المنظر الجميل ده اللي قدامي، ويمكن ده اول مره اشوف ده فعلا. اول مره تشوفه على الطبيعه، انما شفته في البرنامج قبل كده. كتير. ادي احنا رايحين له كمان شويه بس طبعاً. عايزه اقول لك كلمه، شخص معين بتقول له انت تعود بيني وبينك ساعه الصفا، تقول له انا بقول ده لاحمد زكي. احنا تقابلنا من حوالي 6 شهور وبعدين قال لي ثق ان في يوم من الايام لازم نلتقي باي طريقه، زي ما التقينا في بستان الشوك في مسلسل عملنا انا معاه مسلسل انا وهو. كنت بقول له انت كلاف، فاكر انت حاجه زي كده طبعا. ومسلسل تاني افتكر مع مدام علويه زكي اسمه نهر الملح، عمل ايه نوبي. فالتقي، فقال لي في فيلم لازم انتجه لك كوميدي باي طريقه، بس اوعى تتدخل في اي شيء يعني، ده اتفاق. وقال في فيلم تاني هنعمله مع بعضينا يعني. فبقول ده لاحمد زكي خش بقى على الانتاج واخلص. خش يعني في الفيلمين دول يعني. احمد زكي يلا بسرعه الفيلم بتاع محي اسماعيل علشان نعرضه في قناه الافلام يا احمد زكي. بالظبط. طب انا عايزه اقول لك شخص بتفتقد معاه ساعه الصفا، يعني لما بتبقى معاه ما بتحسش ابدا انك في حاله صفا ابدا، مين؟ يعني اي ده السؤال ده اصله يعني ما يزعلك؟ مش شرط يعني يكون شخص يعني. طب قول اللي يعجبك، مش مهم شخص يعني. لا نقف لحد هنا. ليه؟ السؤال فجاي. شخص لا يعني مش مهم شخص، مهم اي حد يعني، حاجه لحظه انت كل حاجه تحسبها وتفكرها. لا لا ما يعني ما انا بحاول ان انا استدعي إجابة لسؤال صعب فجائي. أنت بتاع الصعب وأدوار الصعب. يبقى لازم تقول على طول. لازم على طول. طب ما ممكن أقول لك أغنية على السؤال ده. لا. طب قول أغنية. يعني ممكن أقول لك مثلا أغنية إيه؟ سامبو راح البحر. على هدومه ونط. عم على جنبه، جهبه جنبه، أرصف جنبه، يا عيني يا سامبو. ما هو برضه إجابة لسؤال مفاجئ. يعني فأنا بفاجئك برضه بحاجة وأنت كمان بتقولي إيه سامبو ده؟ إيه اللي بيقوله ده؟ الراجل ده مش طبيعي. حاجه كده. فيلسوف انت؟ فيلسوف. ما الفلسفه هي حب الحكمه. محب الحكمه. محب الحكمه. فانا رجل فعلا فيلسوفي. فيلسوفيه. تحب الحكمه. انا احب الحكمه. طب اسمع، واضح ان حوارنا هيبقى جميل جدا، وهيبقى كله وهيبقى كله مفاجآت. ايوه. وهيبقى كله غير تقليدي كالعاده. ايوه. وانت بتاع الصعب. ويمكن تكون اسئلتنا فيها شيء من الصعب. يا ريت. نروح على هناك نشوف بقى شاشاتنا ونشوف فاكساتك. يا ريت.
الحيوانات. والله؟ اه لسه طالع من الجبليه دلوقتي. ف محي مستعد؟ امال؟ مستعد امال؟ امال؟ يلا بتقول لها حلوه قوي. سوي بغي، انا على استعداد. طب انا هسال بقى الديها. سؤال، ابتدي بسؤال واقول لك من هو محي اسماعيل؟ والله انا انسان. لا قبل ما تقول انا هجاوب وشوف اجابتي، اذا عجبتك قول لي اوكي، اذا كان في حاجه غلط تقول لي برضه اوكي. ماشي هرعبها. مخرجنا اتفضل انزل لنا بالشاشه. محيي اسماعيل، نابليون، ديلي سيبس. محيي اسماعيل الانزوح، لورد السينما كما يحلو له أن يطلق عليه، فنان الأدوار الصعبة وأشهر من يجيد تقديم الشخصيات المركبة والمعقدة. محيي إسماعيل وصفه بعض النقاد بأنه أقدر من يلم بكافة أبعاد الشخصية النفسية والعصبية. محيي إسماعيل فنان يجبرك على أن تضحك من قلبك حينما يقدم الكوميديا، وتقف حائراً أمام موهبته حينما يقدم التراجيديا. إنه يحول دوره إلى كتلة من الأحاسيس، ووصف بأنه ممثل على مستوى عالمي نادر، يمتلك وجهاً عالمياً يستطيع به أن يفعل المستحيل. ولد محيي إسماعيل لأسرة متوسطة الحال، حيث كان والده رجلاً أزهرياً وزوجته سيدة بسيطة الحال لا تعمل. عاشق محيي فن التمثيل منذ بداية حياته، فجاء إلى القاهرة ليلتحق بالمعهد العالي للفنون المسرحية، حيث لمع بعد تخرجه في العديد من الأعمال، وكان أشهرها بونابار في مسرحية القاهرة في 1000 عام، إلى أن جاءته الفرصة التاريخية الكبرى، لقاؤه بالمخرج حسام الدين مصطفى ليقدم رائعته الإخوة الأعداء، والتي سجلت اسم محيي إسماعيل بحق في قائمة المطلوبين لاحتلال مكانة هامة في سجل السينما العربية. محيي إسماعيل فنان يشعر دوما بالظلم، ولا أحد يدري من ظلمه حقا. هل ظلمته تصريحاته منذ بداياته للصحافة؟ أم ظلمه انعزاله الشديد عن مجتمع الفن والفنانين؟ أم ظلمه زهده وتعبده في محراب الفن حتى ولو خسر كل شيء؟ إن محيي إسماعيل الذي يجيد فن التقمص الصوتي لا يمكن أن يكون ضمن قائمة الترشيح لدور معين، وإنما هناك بعض الأدوار التي لا يمكن أن يؤديها إلا محيي إسماعيل، مما جعله يشعر دوما بأنه شيء لن يتكرر أبدا، وأن العبقرية خلقت من أجل محيي إسماعيل. إن شخصية محيي إسماعيل شخصية اختلف حولها الكثيرون، فأكثر المتحمسين له يرون أنه بحق فنان موهوب، ولكنه ينقصه بعض الذكاء الاجتماعي والقدرة على التواصل مع الآخرين. إنه قد سجل علامات في تاريخ الفن لا ينكرها أحد، وربما في مرحلة ما يدرك أنه قد آن الأوان لأن يكمل المسيرة ويخطو نحو مرحلة جديدة أكثر نضجاً في حياته الفنية. فما زال محيي إسماعيل يطمح لأن يسجل أهدافاً جديدة في مرمى الشاشة، مؤكداً أنه ربما يحتاج لفيلم عالمي ومخرج شجاع وجريء، وحظ ربما يأتي،
فكثيرا ما تأتي الرياح بما لا تشتهي السفن. تعالوا معنا اليوم نحاور محيي إسماعيل لنعرف هل حقا بدد محيي طاقته في الانتظار؟ تعالوا معنا اليوم لنحاور فنانا يرى أحيانا أن رحلته بلا معنى وأنه صاحب موهبة لم تجد من يحميها. تعالوا نبحث عن فنان ظل طويلا في مهب الريح يسير في طريق العبث ويرسم طريقا غير ممهد ومظلم. ربما استطعنا أن نكتشف طاقة نور نتسلل له منها. تعالوا اليوم نشاهد فنانا شديد الإعجاب بفنه، فنانا سجن نفسه داخل نفسه فبات لا يرى إلا نفسه. تعالوا معنا اليوم نتأكد أنه يعيش بيننا وفي زماننا فنان يقولون عنه إنه فنان عالمي. تعالوا لنكتشف هل حقا ظلمناه. ربما استطعنا اليوم أن نأتي لكم معه بجديد في ساعة صفا. بس حاجة حلوة فعلا. ايه رأيك؟ والله رأيي دايما. هل هذا هو محيي إسماعيل؟ لا، انا احب دايما ان الاراء كل واحد يقول رأيه. انه خالفك الرأي ولكني معك، زي ما قال فولتير. يعني مهم جدا ان يبقى فيه تعدد الاراء عشان برضو كل واحد يقول رأيه. رأينا احنا كان ايه بقى ولا في الميناء؟ الحقيقة اللي انا شفته ده حاجة جميلة وحاجة مثيرة وحاجة رائعة. والحقيقة رجعتني لحاجات كتيرة قوي في دماغي. جملة اللي لفتت نظرك مثلا، ممكن نقول فيلم التسجيلي، ممثل سجن نفسه داخل نفسه. لا لا فيش لا لا مفيش. لا لا يعني النريشن اللي انا سمعته ده جميل، ودائما كل واحد بيشوف. طب ايه اللي اعترضت فيه على الفيلم اللي شفته؟ أنا لا ما اعترضش على اي شيء. يعني اسالك سؤال. يا ريت. انا لاحظت بريق في عينيك وشبه دموع خفيفه. لاني شفت والدي ووالدتي. صحيح. أي. يعني هل والدك ووالدتك بيأثروا فعلا كده قد كده في حياتك؟ صح. انت اصغر اخواتك محي؟ لا انا في احنا كتير، احنا 9 8 ما شاء الله. بس هي فعلا انا فوجئت بالصوره دي. أثرت فيك؟ قوي قوي. يعني دي النقطة الوحيدة اللي أثرت فيك. شريط حياتك أو أعمالك دي ما أثرتش فيك زي الصورة دي مثلا؟ طبعا. قد كده أنت عاطفي يعني مثلا؟ جدا طبعا. أو أسري؟ يعني أنا راجل، أنت عارفة أنا إنسان عصامي، لأن أنا جيت القاهرة أنا لوحدي عندي 14 سنة. وأقدر أقولك أن أنا كفحت كفاح صعب قوي، ومحدش وقف جنبي إطلاقا صدقيني. وحتى يعني لما جات لبعض فرص كده من يعني ما كانت الرحلة صعبة جدا. وأنا قدرت زي ما تقول إيه، كان كل كفاحي إن أنا عايز أعمل حاجة جديدة في السينما. مش عايز أعمل حاجة عادية. ليه بتبتدي بالسينما دايما؟ ما بتحبش يذكر المسرح على الرغم من أنك عملت دور من أقوى. أنا ابتديت في السينما. أنا ابتديت في السينما. يعني بدايتي في السينما الإيطالية مش في مصر. أنا ابتديت بفيلمين أجنبيين مش هنا. صحيح. فيلم إيه بقى وفيلم؟ عملت فيلم الدورية. مع جيف كاميرون وإزار كورافاييلو ورينا كانتو. مين اكتشفك يا محي؟ اكتشفني مخرج إيطالي كبير جدا. كنت أنا اسمه إيه؟ روبرتو مونتيرو. روبرتو. اشتركت معاه. وفيلم تاني عملته أنا وأحمد رمزي إيطالياني. مع يعني مجموعة من نجوم الأجانب يعني. وكان نفسي برضو الحاجات دي تصوروا حاجات شطات من الأفلام دي. تعرضوها عندكم في البرنامج ده إن شاء الله. لأن دي ما حدش عرض حاجة. إحنا هنتكلم في المنطقة دي طبعا بعد شوية. بس أنا عايزة أقولك، ماما أثرت فيك أكتر ولا بابا؟ يعني والدك ولا والدتك؟ الاتنين، لأن الاتنين كانوا طيبين قوي. والدي من العلماء.
والدي عالم زي الشيخ متولي الشعراوي، علماء الازهر. وكان يحمل اكبر شهاده في عصره اللي هي شهاده العالميه مع اجازه التدريس. وانا تاثرت بيه جدا، والدتي كانت بنت عمده وطيبه جدا. فيعني انا عشت فتره كبيره جدا بعيد عنهم، بزورهم بس انا جيت كفر الدوار بلدك. جيت من كفر الدوار، بس جيت عشان مجنون بالفلسفه والتمثيل. فبقيت ادرس فلسفه ومنتظم في التمثيل. كانوا راضيين عن انك تبتدي في التمثيل؟ لان والدي كان راجل ديمقراطي. وما فيش في القران اطلاقا كله ايه قرانيه بتقول ان حاجه عن التمثيل اطلاقا يعني، او بتنهى عن شيء. لان التمثيل ده حاجه كبيره قوي، انسان بيعمل عمل او بيعمل فيلم بيقول فيه قضيه اجتماعيه وبيدفع فيه الانسان للتقدم ويطهر الانسان. ده مفهوم الفن عندي. ان انا بعمل عمل رسالة ايجابي طبعا. ورساله. اصل جمله رساله كتير بيقولوه. لا مش اي رساله. يعني تلاقي واحد يقول لك انا فنان وصاحب رساله وحاجه زي كده. ولو جيت بالشاشه وراح تلاقيه بيعمل حاجات غلط كتيره جدا، يعني يدل عليه انه عنده انفصام. طب انا تسمح لي اقول لك يعني بمنتهى الشجاعه. وان انا ما كنتش عندي حساسيه اعجابي الشديد لزميل ليا محي اسماعيل، واكلم بمنتهى الصراحه واقول لك ان جات لك فتره بيقال انك اعتنقت الفكر الشيوعي، وبالرغم من ان والدك ازهري وان والدتك ست طيبه من الريف، ومع ذلك اعتنقت فتره الفكر الشيوعي، هل هذا صحيح؟ اطلاقا، ونفسي حاجه تثبت ان انا اعتنقت حاجه من الفكر الشيوعي. استحاله، انا ابن رجل عالم في الدين. ما هو ده الغريب. استحاله، يعني ده اللي خلاني اسالك السؤال ده. لم يحدث ده اطلاقا. لا اطلاقا. وبعدين كان في فتره من الفترات مصر كانت علاقتها بالروس كويس. فكانت الكتب الشيوعيه منتشره في المكتبات، لينين وماركس والحاجات دي. وكنا بنجيب الروايات بقى بتاعه شيكوف وتروجنيف ودستوفيسكي والحاجات دي وتولس. يعني الحاجات الروسيه كلها كانت ماليه المكتبات. اي واحد كان يشوف فيه كتاب روسي يقول شيوعي حاجات كده. فاحنا عمرنا لا كنا في الشيوعيين ولا انتميت لحزب ولا لاي تيار سياسي. ولو في اثبات لاي شيء يا ريت نعرضه على الشاشه كمان. امال ده انت يعني جاي واثق وبت لا حقيقه انا اتمنى ده، يا ريت في حاجه تثبت دي. ايوه بس كان اصدقائك معظمهم كده، ولا هل كانت موضه ان الثقافه او طبقه المثقفين يعتنقوا هذا الفكر؟ لا، انت عارفه كان في قهوتين في مصر كانوا مشهورين جدا، ايزافيتش وريش. فكنا بنروح والاستاذ نجيب محفوظ بيقعد والشعراء بيقعدوا وشخصيات كتيره جدا بتقعد وبيفتحوا اي مناقشه والجدل شغال. وكل واحد بقى يقول بقى الجدل الديالكتيكي يعني ايه، وديكارت قال ايه وده قال ايه، واحنا قاعدين بقى نسمع. لكن في النهايه انا راجل بدرس فلسفه، فالفلسفه هي الحكمه. طب هل ده خدمك كفنان في حياتك اللي هو القعده مع نجيب محفوظ تسمع الديالكتيكي؟ طبعا. اي سلام، الناس دول كلهم عبارة عن كتب مفتوحة وثقافة وحضارة وفكر كوي. فالواحد بيتعلم منهم كل حاجة، لكن في النهاية أختار الفكر الإنساني الذي يناسبني. بيقال إنه الفنان عندما يغرق في يتعمق في الفلسفة ما بيكونش بسيط في أدائه أو تلقائي زي ما بيقولوا. نتيجة لإنه حاسبها ويفكر ويقول، فده ممكن يؤثر على الفنان وخاصة الممثل، هل هذا صحيح؟ لا، انا الفلسفه اثرت عليا في انها خلقت مني انسان بكتب بس. يعني انا ليا كتابات وليا مؤلفات. طب وكممثل؟ لا، كممثل انا راجل فطري، لما تشوف ادائي في اي دور هتلاقي انسان فطري على الشاشه. وبعدين التمثيل قمه التمثيل الفطري. احيانا بعض الاقلام او بعض الاراء بتتهم محي اسماعيل بانك احيانا تبالغ في الاداء، رايك؟ في طبعا التيار النفسي اللي انا اهتميت بيه من 30 سنه ولحد النهارده. لما اجي اعمل عقده نفسيه مثلا زي عقده الشك. مثلا واحد عنده عقده الشك، حس مثلا وهو طفل صغير عنده 7 سنين ان امه بتخون ابوه، العقده بتترسب زي ما قال فرويد في اللاشعور، في السب كونشس كويس، بتسيطر عليه. ودائما في حاجه مقوله في علم النفس بتقول لك ايه، اذا امن الانسان بفكره صار عبدا لها. فدي في علم النفس دي تحليلات نفسيه في الاناليزس، يعني في التحليل. فطبعا لما يبقى واحد عنده عقده شك، تفتكر ان انفعالاته تبقى طبيعيه زي الانسان العادي اللي ما عندوش عقده شك؟ لا طبعا. لا، لازم يبقى في اكزاجريشن، في مبالغه في الاداء، في العقده. واخد بالك؟ وبيسموه عقده ليه؟ لان الانسان بيبقى فيها متطرف واب نورمال مش نورمال. اما الانسان النورمال هو السوي اللي عنده توافق.
اما الادوار بتاعتي كلها شخصيات انسانيه لكن متطرفه في الحس السنسيشن بالذات في الحس. قلت لك التاريخ بيعمل موسوعه ها وبيسجل اسماء الناس النوابغ او الناس يكتبوا ايه عن محيي اسماعيل. يقولوا ان في جه على ارض مصر في يوم من الايام في سنه من السنوات في تاريخ مصر في السينما المعاصرة وعلى مدى 90 سنة فنان استطاع أن يسجل أعمال غير مسبوقة وهي أنه استطاع أن يبتكر لنفسه تيارا سمي بالتيار النفسي في السينما المصرية الشيء الذي لم يكن موجودا من قبله. ولو في حاجة موجودة قبلي في الحاجات دي أرجوك إنك تذكريها. قبل شخصية تقولها لي. لا في السينما في التيار النفسي الصعب المعقد ده اللي أنا عملته. طب ما فيش تعقيدات النفس البشرية دي. مفيش حد في السينما تعتبره عمل شخصية شبه دي. لا أنا بتكلم أنا بتكلمش في كده. أنا بتكلم تعقيدات النفس البشرية. تعقيدات بمعنى إيه؟ اللي هو التمثيل العقدة الصعبة. غير لما أمثل شخصية صعبة. الشخصية الصعبة كل إنسان هو عبارة عن شخصية مركبة لكن الشخصية المركبة والمعقدة دي قصة تانية. ده بقى الخط اللي أنا مشيت فيه كتير 30 سنة مش فيلم أو عملين كل أعمالي دخلت في ده فبقى ليا نسيج صعب. أنا كنت عايز أسجل أهداف في حاجة ما حدش قرب منها كنت عايز أعمل حاجة مهمة ليا أنا فأنا كسبت نفسي واخد بالك لكن قد اكون خسرت فلوس كتيره جدا. ليه اقول لك ليه؟ تحب تسمع ليه؟ ليه؟ اخد عنبين. خد عنبتين مش عنبين. عنبتين ثانيه واحده. دي فلتت كنت عايزه كله. في بدايه حياتي جنور الشريف كنت عامل اخوه العداء فقال لي ايه؟ في فيلم عندي جميل قوي عايزك تعمله معايا. قلت له اسمه ايه؟ قال لي دايره الانتقام. فجي سمير سيف وعرض علي الدور كان انتاجه قلت له لا ما ينفعنيش فخسرت سمير سيف. ليه مش انت البطل مش انا البطل قال لي ده انتاج نور قلت له معلش لازم تبقى الشخصيه قد نور بالظبط. ده كان تخيلي. طب لأن... انت عفوا يعني انت بتؤمن ان الممثل لازم يكون هو البطل من اول لا 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 مش شرط لا بس انا قلت ايه الحاجه التقيله اللي انا عملتها دي عايز احافظ عليها فمش عايز اطلع في فيلم واتضرب وحاجات زي كده. الضرب مش هبقى هيرو مش هبقى بطل وحاجات زي كده لكن لو في شخصية لها أبعاد ماشية طول الفيلم ويتضرب ويضرب ماشي إنما هتضرب وحاجات زي كده والشخصية ديرتي لا مفيش ده ما أعملش ده فخسرت سمير سيف وخسرت نور الشريف وخسرت رأفت الميهي وخسرت صلاح جاهين كمان لأن عرض علي دور في فيلم المتوحشة رفضت وجابوني على الشاشة في حوار أنا وهو أيام الله يرحمه سالم محمد سالم كان حاجة اسمها اتنين على الهوا فكنت أنا قدام الأستاذ صلاح جاهين فقال لي إزاي أنا أكتب لك دور وترفضه قلت له معلش ما أنا عملت زوزو جميل يعني شخصية مركبة وحلوة كده ومش كبيرة بس اللي أنت الشخصية اللي أنت مرشحني فيها دي لا فخسرت صلاح جاهين أنا بكلمك بقى بصراحة حلو وخسرت نور الشريف وخسرت سمير سيف ورأفة الميهي والأربعة دول ناس الخمسة ناس كبار جدا في تاريخ السينما المصرية أكيد لهم تأثير وأكيد لهم آراء قالوها فيا وبالتالي أنا تعبت جدا تعبت لأن بعد الإخوة الأعداء أنا قعدت في البيت 3 سنين ما بشتغلش يا خبر ده حقيقة نتيجة ما أنا قلت لك نتيجة لازم أدفع التمن نتيجة إن أنت اعتذرت ولا لا نتيجة إن أنا اعتذرت طبعا دول كانوا أسماء لها تأثير في السينما مثلا لما يقولوا هاتوا محيي يقولوا لا لا ده بيرفض ده عامل لنا لورد يعني الأربعة الكبار دول كانوا وراء توقفك 5 سنين لا مش وراء توقفي أنا رفضت الأدوار اللي هم عرضوها عليا لوجهة نظر عندي أنا قد تكون وجهة النظر صح قد تكون خطأ يعني أنا دلوقتي بحاول إيه أراجع نفسي اكتشفت إن دلوقتي مش وقت الندم ولا وقت العتاب ولا وقت أقول لهم يا ريتني كنت قبلت يعني اللي جه في ذهني لكن انا كان في ذهني حلم عايز احققه طب ليه ما تدونيش ادوار بطولات زي الاخوه الاعداء لما طالما انا اثبتت وجودي ادوني بقى ادوار كبيره بقى عشان ايه ما اقعدش ايه اهرتل
في الحاجات الصغيره. صحيح. فساعات اقول هل انا كنت صح؟ هل انا كنت غلط؟ ايوه. طب هل انا لو انا مثلا ايه غلطان، طب تطبطب عليا انت وظبط لي المسيره صح. لكن لقيت الثمن ان اقعد في البيت 3 سنين. فاكتشفت ايه بقى؟ العبس. الابسيرد. العبس. ما انا ليا فكر شويه. فيلسوف قلت لي. واكتشفت الاستعلاء. ايه الاستعلاء؟ الاستعلاء. يعني مثلا انا هضرب مثل. وان كان المثل ده يعني ما يعني ما اعرفش، ارجو ان يعني اللي جوايا اقوله. يا ريت. هنحب كده. انا في يوم من الايام كان عندي 17 سنه. فكتبت فيلم عن حرب السويس. وكتبت اقول ان ده فيلم مبني على حقائق تاريخيه وكده. فبعد ما كتبت الفيلم وديته الرقابه وافقوا عليه وخلاص، فخدت الفيلم ورحت رايح نقابه السينمائيين. ولافف في الفيلم كويس قوي في ورقه كده، ومقابل مخرج كبير قوي اسمه الاستاذ كمال الشيخ. طبعا استاذ كمال الشيخ. استاذنا كلنا. طبعا. قلت له ارجو من سيادتك، انا كاتب الفيلم ده وارجو سيادتك تقرا الفيلم ده، والفيلم ده عن حرب السويس. انا واثق لو انا في الخارج في اوروبا زي سيلفستر ستالوني لما راح لهم كده وقال لهم انا عايز اعمل فيلم روكي وانا عايز اكتب وعايز اخرج وعايز اعمل، ما قالوش عليه مجنون. قالوا له نشوف. فشافوا. لو مظبوط او قالوا له كمل. لكن ما حدش خد منه موقف او قال لك ايه ده عيل صغير معقول هيعرف يكتب فيلم سينما، معقول هيكتب سيناريو؟ اذا كان في اساتذه كبار ما بيعرفوش يكتبوا. يعني هذا الديالوج كله دار في دماغي. والاستاذ كمال الشيخ بيرجع لي الفيلم بعد 6 شهور وما قراهوش. بعد 6 شهور؟ انا سبت الفيلم 6 شهور عنده. اللي حصل لي انا رغم حبي الشديد ليه زعل. طبعا من حق ازعل. أكيد. ليه؟ لقيت الكفر زي ما هو حتى ما تفكش. فحسيت هنا بحاجة اسمها استخفاف. استخفاف. حتة الاستخفاف دي أثرت فيا قوي. ايه ده؟ مجاز انا عبقري يا اخي، ما تقرا. ما تقرا. لكن ما اقراش، فزعلت قوي. طب وحي، احنا محضرين لك مفاجأة بخصوص هذا الموضوع، لان احنا تناقشنا مع الاستاذ والمخرج الكبير كمال الشيخ حوالين الموضوع ده. فكان ليه وجهه نظر ممكن نشوفها على الشاشه. يا ريت. طيب يلا اتفضل. لا يعني انا الحقيقه مش فاكر يعني. انا احب يا ريت اعود واقراها مره ثانيه وكوني ما اعرفش يعني انا ما عملتش الفيلم ده ليه مثلا، او كان ايه اعتراضي عليه، او رايي كان فيه ايه. وزي ما بقول لحضرتك احيانا بتعرض عليا موضوعات كثيرة وبحترمها، لكن ليس معنى احترامي ليها اني انا يعني ممكن اعملها. لا، انا يعني دايما لي اختيارات خاصة جدا يعني، واحب دايما انه ما يحصلش نوع من التكرار، لانه احيانا بيبقى فيه موضوع ممتاز لكن الموضوع سبق وان تمت معالجته عدة مرات على مدى تاريخ السينما يعني. والدليل على كده مثلا يعني ان انا لما بدأت أول فيلم ليا كان مخالف تماما للنمط اللي كان موجود في هذا الوقت، اللي هو كان مواصفات الفيلم فيلم ميلو دراما، لازم يكون فيه أغاني ورقص. ففيلم الأول كان بعيد جدا عن وما فيش أي حاجة، وكان فيه فكرة جديدة. فزي ما قلت لحضرتك أحيانا بحترم بعض الموضوعات، لكن لأنها سبق معالجة مثلها بيخليني ما لا أقبل على تنفيذها. أنا بقرأ باستمرار لأن أنا باستمرار في حاجة إلى أني أنا يعني العمل، لأن ده يعني أولا هواية قبل كل شيء، وبعدين ده أكل العيش. لكن ما كانش فيه احترام وحماس للموضوع يبقى أنا ما عنديش شغل وما عنديش عمل. محيي، واضح ان الاستاذ كمال الشيخ واضح انه مش متذكر الموضوع اساسا. ما دي كمان بيقول احتمال، ما هو انا هقول لك كمان، بيقول احتمال انه الموضوع سبق وان تقدم الفكره بتاعته مثلا قبل كده، فعشان كده ممكن ما عملهاش. وبعدين انا عايزه اسالك سؤال، لو الاستاذ كمال الشيخ ما عملوش، مفيش مخرج تاني غير الاستاذ كمال الشيخ؟ لا، جالي بقى اكتئاب.
اول مره اتعرف على الاكتئاب ما كنتش اعرف. لا بس انا مش موافقك. لا لا هقول لك ليه. لا انا مش النظام ولا عمري كنت نظام، بس نعم. انا حسيت ان ايه انا رايح لشيخ من شيوخ المخرجين طبعا. وما قلتش قلت ما بدأش بحاجه صغيره. انا رايح للمعلم الكبير. طبعا. فدي عملت لي زي ما تقول ايه صدمه صغنونه. فاخدت الفيلم وركنته حتى هذا اليوم، حتى لحد اليوم، حتى هذا اليوم بالظبط اتركن 30 سنه. بس انا مش معاك في انك تبقى انت كده اعتبرت انهزام. طبعا. لانه ايه يعني محاوله، ياما الانسان بيحاول في حاجات ويفشل ويعيد التجربه. صح صح. ايه المشكله؟ مفيش مشكله سوى ان دايما الهزه الاولى بتبقى صعبه. نشوف وجهه نظر تانية برضو للاستاذ كمال الشيخ يعني حوالين الموضوع ده. يا ريت نشوف. انا لسه الاسبوع اللي فات واحد ما اعرفوش نهائيا يعني جاب لي موضوع وابتديت اقراه، وحسيت بعد ما قريته الربع انه دون المستوى، ومع ذلك قريته للاخر عشان يبقى حكمي عليه في النهايه يعني تمام يعني. فكل حاجه بقراها لان ممكن يعني ممكن يكون فيه فكره موجوده فيه ابني عليها سيناريو غير اللي تقدم لي في، تكون فيه فكره معينه يعني، فكره واحده. ف بقرا كل حاجه وبتمنى باستمرار انه يجي لي موضوع يلهبني حماسا عشان اعمل فيلم. الله شكرا لكمال الاستاذ كمال الشيخ. يعني انا اديك شفت وجهه نظره، بيقول لك حتى جاله فكره ما عجبتوش وما فيهاش اي حاجه، ومع بس هو ما قراش فيلم، معلش عشان دبلوماسيه احيانا بتغرق، هو ما قراش فيلم. لا لا الفيلم رجع زي ما هو ايه دليلك؟ بالكفر بتاعه. ايه دليلك؟ الدليل ان زي ما هو باللزق زي ما هو. وليه؟ لا ما هو ممكن، معلش ده موضوع خلص بقى من 30 سنه. مع احترامي الغير عادل استاذ كمال الشيخ. طبعا ده استاذنا. وعلى عيني وعلى راسي. وانا اشتغلت معاه في لا بس انا كنت احب ان انت في ساعه سفه تقول الاستاذ كمال الشيخ انك خلاص عرفت مبرراته. لا 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 وانك لا لا وصلتك. لا لا وانك لا 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 ليه؟ لا معلش هو ما قراش الفيلم. لا ما اقراش. برضو انت مصر؟ ايوه مش مصر. اقر حقيقه، بقول لك مع احترامي الكامل له قد يكون هذا الفيلم ما اقراهوش. بس طب هيكون ايه مصلحته لو ما يقراهوش؟ بس يا ستي ممكن عيل صغير كاتب فيلم، عيل صغير هيقرا الواحد ما حدش عارفه. ما انا دلوقتي لما يجي ما بيقول لك جاني واحد ما اعرفوش خالص وما اعرفوش وقصته دون المستوى وما تستاهلش تضيع وقت. تاكل عنبيه؟ ممكن اكل عنبيه. تاكل ثلاث عنبات ومع ذلك نقفز على موضوع ثاني كمان. انت تصادرني كمان وتصادر اجاباتي. لا انا احترمك احترام غير عادي. الله يخليك. واحترم الاستاذ كمال، لكن في هذه النقطه لم يقرا. لم يقرا. نشوف كده صديق مشترك لينا على شاشتنا هيقولك ايه. اتفضل. مساء الخير وازيك يا استاذ محي، وحشني جدا. وتعرف انا من محبينك ومن معجبينك ومن جمهورك، وانا فعلا قلتها، قلت ان مفيش حد بيضحكني قد محي اسماعيل، ودي كلمة حقيقية أنا بقولها من قلبي. وإحنا التقينا مع بعض من زمان، التقينا بحاجة في الإذاعة، والتقينا وكنا هنلتقي على المسرح بس ما أسعدنيش الحظ، إنما التقينا بره في أماكن كثيرة وعند ناس أصدقاء وأنت عارفهم كويس قوي. وأنا كنت في القعدة حموت وأنت بتعلق على صاحب المكان وهو بيشرح لنا المكان إيه، مفيش داعي الا لو مدام صفاء طبعا سالتك قول لها على الحكايه. انا بقول رايي انا بقى ككوميديان بقى لي فتره طويله بشتغل، رايي في محي اسماعيل ان محي اسماعيل ممثل تراجيديان قوي جدا، انما من جواه كوميديا من اعظم ما يمكن. وانا رايي ان الكوميديا بتاعتك يا محي
اللي يفهمها مظبوط مش هنا، دي بره، دول الناس الامريكان اللي هو الستايل الامريكاني، اللي هو معظم الممثلين التراجيديان الامريكان قلبوا الكوميدي، زي نيلسون ليسلي نيلسون اللي عمل نيكت جان، واللي هم طول عمرهم تراجيديان ولما قلبوا كوميدي الموقف هو اللي خلاهم. فانت ليك ستايل في طريقه كلامك توقع من الضحك، هو اللي كان يعني عايز اقول واخد منك حاجه، ودي كلمه غريبه اقولها، عبد السلام النابلسي. يعني لو لان عبد السلام النابلسي يعني انت واخد حته تاتشايه من عبد السلام النابلسي اللي هي الألاطة الجميلة دي، وفي نفس الوقت جوه في حتة غلبان جدا تعبان جدا. قالوا بقى محي ده مجنون، محي ده ألذ حاجة الحتة اللي طاقة جوه دي، أنا بموت فيها بموت فيها. وبعدين حاجة للجمهور ما يعرفهاش كمان، أنك أنت عبقري في التقمص الشخصيات وفي التقليد، وانت عارف كويس قوي انت بتقلد مين ومين ومين. فانا شايف ان البرنامج عظيم زي ده مع الفنانة المذيعة العظيمة فنانة صفاء ابو السعود، لو اوكي تخليك تقلد شخصيتين او ثلاثة من اللي انت وانا عارفينهم كويس، اللي مفيش حد يقدر يعملهم الا انت. وعايز اقول حاجة محي، عايز اقول انك انت كل ما بتكبر كل ما بتحلو، مش بتحلو كشكل، بتحلو كفنان. وهتيجي الفرصة، انت عارف بتفكرني بمين؟ زي لويس دي فينيس. لويس دي فينيس بقى موفي ستار بعد الستينات، فظهر احنا هنبقى كده يعني، ما تقلقش من الحكاية دي. طبعا انا نفسي اشتغل معاك، بس مشكلتي ان انا لو وجدت دور ان شاء الله لو لينا عمر، انا احب اشتغل معك عشان اضحك، لان انا بحب اضحك على المسرح، واحب اشتغل مع الناس اللي انا بحبهم. فانا رايي في محي اسماعيل انه عبقري وكوميديان عظيم، وهو نمره واحد في مصر اللي بيضحكني انا كسمير غانم، وبعديك على طول اللي بيضحكني سمير غانم برضه اللي هو انا. اوكي متفقين؟ يعني انا الكلام خدني لانك وحشتني جدا. عايز اسالك سؤال، واكيد انت اتسالت السؤال ده، اللي هو انت ليه دلوقتي مقل؟ ليه ما بتعملش؟ لا، انت اكيد في مخرج معين او في كاتب معين حاسس ان ممكن يكتب لك حاجه حلوه، او مخرج معين هو اللي يقدر يطلع الابداعات اللي موجوده جوه محي اسماعيل، واكيد عارفه هو فين، فنفسي تدور عليه وتلاقيه، لان احنا ما عندناش غير محي اسماعيل واحد. وأتمنى لك حلقة جميلة جدا، وصدقوني بقى الحلقة دي هتبقى من الحلقات المميزة، لأن أنا واثق أنت هترد ردود ما حصلتش مع الفنانة صفاء أبو السعود. أنا كان نفسي أكون موجود في الحلقة دي عشان أسمع الردود الغريبة اللي هتتقال في الحلقة دي. أوكي باي باي. سمير يعني الحقيقه من الفنانين الجمال جدا، والفنانين اللي احنا بنحبهم وبنعتز قوي بيهم. ورايه بقى ايه رايك في اللي قاله ده جميل. ايه رايك في اللي قاله سمير غانم؟ بيفكرني بالنجم الانجليزي اللي توفى، بس ناسي اسمه دلوقتي. اللي توفى نجم مشهور جدا. مين فيهم؟ هو عارفه. هو عارفه. خلينا نقول هو عارف وانا عارفه كده. لا سمير حاجه نادره فعلا في عالم الكوميديا اكيد. يعني سمير غانم ده. طب محي شهاده سمير غانم صعب ان واحد يقول ان انت اللي بيضحكني. مفيش اولا كوميديان بيقول على واحد تاني بيضحكه، واقولها لك بالامانه كده، واذا قالها بيقولها مجامله، ومفيش حد بيقتنع. انت هتلاقي في كل افلام تاتشات كوميدي، حتى في عز التراجيديا هتلاقي تاتشات كوميدي. طب انا عايزه اقول لك حاجه. هو قال كلمه في وسط الكلام، قال الناس اللي بتقلدهم، وانك تجيد فن التقليد، وانك ولن اعفيك. عيب خالص، لن اعفيك. اولا بتقول في ثلاث شخصيات، هو قال يعني في ثلاث شخصيات انت بتقلدهم باقتدار، ولازم نشوف على الاقل ثلاث شخصيات ده على الاقل. على الاقل اذا ما كانش في ازيد انا ما اعرفهمش. لا هو جت عليا فعلا
بحب بعد البرنيطة اشوفها كده. تحب تشوف نفسك كده؟ طبعا. مية مية مجنون والله. انا كنت بقلد شخصيات كتير قوي. يعني مفيش ممثل في مصر في فتره من الفترات ما كنتش بقلده. طب واللي حضر ده احمد زكي بالتحديد. ايوه يعني شافني وانا بقلد السادات. قبل ما يمثل السادات يعني. وشافني وانا بقلد المليجي. اللي هو احمد زكي. وشاف حته خدها حطها في مسرحيه المشاغبين المليجي. لا مش المشاغبين. يعني فاكر اللي هي بيقول ايه، الو الو فتوح الكلب، ودي عامله تعمل لها زي ما بقول لك كده، هتجي لي جنوبه اكتب نفسها اتجوزها. اسمع اسمع يا جدع انت، اللي هو المليجي. هو خد الحته دي افتكر وحطها في مسرحيه لوكاندت، ما اعرفش ايه حاجه زي كده. احمد زكي. وبرده كان صبحي يعني، كانوا انا كنت عامل مشترك في تاسيس مسرح اسمه مسرح الميت كرسي. اول مسرح تجريبي في مصر. فانا كنت فيه من المؤسسين. انا عارفه بس ما تضيع. لا 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 مش بضيع. انا عايزه الشخصيه انا عايزه الشخصيه الثانيه السادات. طبعا. بس انا مش فاكر حاجه كتيره، لكن هحاول اجتهد ان افتكر يعني. افتكر. بسم الله. الاخوه والاخوات، النهارده اولاد وكلنا مجتمعين اليوم، النهاردة هقول لكم قرار هيعز العالم، كل العالم من الشرق إلى الغرب. بقول لكم يا أولاد، والكل يعلم في كل بلاد العالم حقيقي إن البيت الأبيض ينفع في اليوم الأسود. يعني السكة كده مثلا. لا بس أدائك رائع. لا أدائك رائع. بسم الله. مثلا جمال عبد الناصر. أيوة ورينا كده بقى. أيها الإخوة المواطنون، نهاردة وبعد 10 سنوات أقدر أقول لكم قرار من رئيس الجمهورية، قرار يعني التنادي كده لازم يتولى نهاردة. بس الناس شوية. مثلا عمر الشريف. أنت بتمي عمر الشريف. عمر الشريف يقول لك في فيلم مثلا هالتلامذة على ما أذكر يعني. فأبوه بيضربه حاجات زي كده، فبيقول له بيقول له ما يقدرش يعني، ولازم اتجوزها. احمد مش حافل ايه، انا مش قلت 100 مره جيبوا له جزمه، لازم تجيبوا له جزمه، لازم احمد يلبس جزمه، لازم. ابوه يضربه بالقلم يقول له ما قربنيش ما قربنيش ما قربنيش، حاجات كده يعني. ايوه يا امبارك، ايوه لاي كده يعني. التوند كنت احب ايه؟ ده 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 توفيق. توفيق الدين. طب ما توفيق، قول توفيق الدين شويه يا موحد. يعني مش فاكر له حوار يعني. مش فاكر ده كان زمان وانا صغير، كنت بقعد اقلد كل الناس دول بس ناسي. بس انا سمعت محي انك هتعمل شخصيه الرئيس القذافي. هل هذا صحيح؟ طبعا، وقابلته وتقابلنا 3 مرات وسافرت له باللبس. احكي بلبسه. باللبس اللي هو بيلبسه زي من القذافي. انا رحت قابلته باللبس والله. طبعا. وحط صورنا ولنا موقع في الانترنت وكده. وثلاث مرات انا قابلته، كان معانا الاستاذ سعد الدين وهبه. فكانوا رايحين في مؤتمر في سيرت عن المسجد الاقصى. ايوه. فالمؤتمر ايه ده؟ ايه؟ تلمس النضاره صورة. عشان الشمس. صورة ما كنتش عايز البسها دلوقتي. ايوه عمال اخطط اقول دي ليها وقت البس فيها، يخرب بيتك ده. اخ فضحتين. طب مش تقولي ايدك لابس النضاره؟ لا انا سايباك عشان عشان الشمس. طب اخد عنبتين. عشان اخد عنبتين. فالاستاذ سعد الدين وهبه قال لي تيجي معايا؟ قلت له اجي معاك. قال لي طيب ماشي. المهم سافرنا سيرت في يوم صعب جدا. خدنا 24 ساعه بالعربيه. فروحنا هناك، هو ما يعرفش انا ايه اللي في دماغي. فلاني فجاه دخلت الاوضه بتاعتي ورحت جايب شنطه وقعدت ميك اب ورحت لابس وحاجات زي كده. فبعدين قال لي خلي بالك اوعى واحنا في ليبيا هناك تقعد تقلد اي حد كده وكده. فاهم؟ قلت له لا طبعا بتاع الكلام ده، انا طبعا طول الرحله بقلد وبضحك وبهرج. لما وصلنا هناك فطلبت واحد في الاوتيل، قلت له لو سمحت تعالى اربط لي الرابطه اللي هم بيربطوها دي. فطلع. فاول ما شافوني بقى بالرابطه دي ونازل بالعبايه وحطيت الميك اب كله وحطيت الحسنه بتاعته، جبت حته السفنجه كده وحطيتها واللون والجو ده كله، قعدت ابص كده. فقلت انا كنت جايب صوره بقى معايا من السفاره، وقعدت يعني اشوف شرايطه كلها وحبيته بطريقه غير عاديه كمان. بس حبيت
ايه بالظبط في شخصيته؟ يعني حبيت نضاله، حبيت كفاحه، حبيت انه قام بثوره، حبيته راجل مفكر فيلسوف، راجل شخصيه مجاهده مناضله. يعني هناك في ليبيا في 2.5 مليون مصري عايشين هناك في ليبيا. وحبيت يعني الحياه الانسانيه اللي هو عايشها، وحبيت وطنيته قوميته. مهم. طب ليه المشروع متوقف من ايام الاستاذ سعد الدين وهبه؟ الاستاذ سعد الدين وهبه كان هو الشخصيه الايجابيه في العمليه. وتوفى. طب ليه المشروع توقف؟ لكن حيب في يعني في استمراريه في استمراريه طبعا، في اتصالات طبعا، لان هو الرئيس الخزاف هو اللي عايز. ايوه. طب هو اللي عايز يعمل فيلم. طب ليه ما تمش الفيلم؟ ما هو في حاجات كده كان هو مشغول في افريقيا، يعني حاجات بوليتيكال سياسيه يعني، وبعدين في نفس الوقت هو شريك في الكتابه، انه بيكتب. هو اللي كاتب القصه؟ لا، هو هيكتب القصه. انا اللي كاتبها. القصه انت اللي كاتبها؟ انا كاتبها من 12 كتاب قريه مع القذافي. كتاب الثأر قريه، وكتاب الوثيقه الانسانيه، والكتاب الاخضر. انت معجب معجب بشخصيته؟ طبعا. انا معجب بيه طبعا. وبعدين انا معجب، يعني عايز امثل الشخصيات اللي زي دي، شخصيات جامده جدا وثريه من الداخل. فتسعدني تسعدني ان انا اقدر اغوص في اعماق النفس البشريه. لان دي عالمي اللي انا مشغول بيه. البرنيطة كويسه كده ولا ساعات اقعد كده ليه؟ طب انا عامل شويه شعر كده، خليهم شايفاهم باينين. دلوقتي حلوين. لو اختفوا تقولي. حاضر. او ما اختفى الشعر اقول. استني بقى عشان ايه؟ هتعمل ايه؟ انا ناسي. ده في حاجه مهمه جدا. ايه؟ اصل انا كنت في الجنينه. طب احكي احكي وانا طب انا هقول لك على حاجه. انا عايزه امسك ارشيف جبنه عجبتك نوعها حلو بتمشي مع العنب. يا عيني، في شويه ورق عنب دلوقتي. طيب دلوقتي في ارشيفك، مستعد تشوف الارشيف؟ حلوه كلمه ارشيفك دي، عجب. ارشيفيني اتفضل ارشيفك. طيب نقرا الارشيف بتاع محي اسماعيل ونقول اول حاجه في الارشيف بتقول: محي اسماعيل رفض التصوير وتوزيع التركات. ادي اول. انا فاكر لان كان الاجر بتاعي 3500 جنيه في الحلقه. فانا قلت لهم لا، انا لازم اجري باجر نجوم سينما، انا مش نجم السينما ولا احنا بنهرج ولا ايه؟ لازم الاجر بتاعي. انتوا فاجئتوني. بس الله يرحمه الاستاذ يحيى العالمي ما ظبطليش الاجر يعني. فزعلت، قلت لهم لا، انا لا اقل عن فخراني ولا نور الشريف ولا محمود ياسين ولا احمد زكي، ان احنا ناس يعني ناس ابطال ولنا تاريخ. لنا تاريخ يعني. فهنا في حته ظلم يعني. لما ظبطوها بقي اصور، وما رحتش اصور فيها وعانيت والله. طبعا ما كملتش دورك في المسلسل. لا، في اليوم ده ما صورتش، لان قالوا لي في اليوم ده هنرفع لك اجرك. ما رفعوش، فتوم مش جاي. فعانت لمده 48 ساعه ولا 24 ساعه؟ 24 ساعه. وبعد كده ايه؟ بعد كده كملت. انا في الخارج نجم وفي بلدي كومبارس. انت قلت كده؟ انا ما قلتش ده اطلاقا، ودي صحافه صفراء وتافهه. صحافه صفراء وتافهه، لان انا في بلدي نجم. طب ازاي كومبارس؟ مين بقى المتخلف اللي كاتب ده؟ اكيد هذا الرجل اللي كاتب تخلف. هي في 8 يونيو تخلف عن ركب الزمن. ليه بقى؟ او مفهوم التخلف يعني. ده في الجمهورية يعني، في حد برضو يكتب كده إلا إذا كان يعني فاقد البصيرة. طب بص على الشاشة كده محي أهو. فين؟ أهو جورنال الجمهورية. لا، افرضوا واحد كتب كده نعمل له إيه؟ يبقى مريض. إنما أنت ما قلتش كده. استحالة، ده أكيد بيتعالج دلوقتي. أنت في فيروس عنده ولا. طب هل أنت بتشعر إن علاقتك غريبة كده بالصحافة شوية ولا لأ؟ أنا ماليش صلة بالإعلام وبعيد عن الإعلام تماما، مع العلم إحنا فصل إعلام. احنا فصل الاعلام، واخده بالك؟ حاجه غريبه. لكن اللي عايزني او يكتب عني انا ببقى مبسوط طبعا. جميل. لكن اللي مش عايز يكتب عني اشكره برضه. طب على بمناسبه الصحافه والاعلام، احنا معانا على شاشتنا صحفيه واعلاميه، هنشوف هتقول لك ايه. يا ريت. انا سعيده جدا ان انا النهارده بتكلم عن الفنان محي اسماعيل، وانا بكلمه وبقول له مباشره لي يعني انه فنان زيك قال قبل كده انه البطل مش لازم بالعينين الملونه، رغم ان هو قال ان انا عينيا ملونه وحلو وعندي مواصفات الجمال الابطال، لكن وان هو بس ممثل الادوار المركبه الصعبه اللي هي محدش غيره ابدا في السينما المصرية يقدر يعملها.
اللي هي زي دوره في الإخوة الأعداء ودوره في فيلم ريال فضة وبعض الأفلام اللي هي كانت واخدة نفس الطابع اللي فعلا مركب ومعقد، ونقول الشخصية دي فعلا محي إسماعيل، وساب بصمة في مجال الأدوار اللي هي فيها تركيبة نفسية وتركيبة فلسفية وتركيبة اللي هي العقد والمشاكل اللي جوه، مش المشاكل العامة لا، مشاكل نفسية المركبة دي. وبعدين مشي بينا الحال لغاية ما عمل فيلم بطولة الراقصة فيفي عبده، مع كل احترامنا يعني، إنما يعني تحتها كذا شرطة كده على مضمون الفيلم ودور محي إسماعيل في الفيلم. ريت هو بس يرد لنا ويقيم دوره في الفيلم ده، فين محي إسماعيل؟ هل فين اللي هو اتفق عليه مع جمهوره اتفاق ضمني كده إن هو ممثل الأدوار ذات التركيبة الصعبة؟ فين هو دلوقتي؟ هل فقد شعبيته إن هو يثق في اسمه إنه يتحمل مسؤولية فيلم المنتج؟ يعني هل دور المنتج إن هو دلوقتي بيعتمد على أدوار شبابية أكتر؟ هل هو خلاص فقد منطقة السينما؟ طب فين هو من التلفزيون يجرب؟ يعني ليه متباعد؟ أو هم يعني مش عارفة هل هو متباعد ولا مبعد؟ يا ريت يرد علي. ساعد صفا. ها محي. هي اسمها ايه؟ هي اسمها الأستاذة حنان إسماعيل. حنان الحقيقة حنان اتكلمت كويس قوي، بس ساعات الواحد يحب بقه فيسرح معاه. فيعني ايه؟ يحب بقه. يحب بقه. يعني في واحد تلاقيه عافيته في بقه. يعني واحد قوته كلها مش في دماغه، في بقه. اللسان. اللسان ده مأساة. مهم جدا الواحد وهو بيتكلم يبقى مدلول الكلمة تبقى واضحة. يعني مثلا كلمة هل هو فقد شعبيته؟ في حد يفقد شعبيته في وثائق عمالة تلف في العالم اللي هي الأفلام السينمائية؟ الكلام ده الواحد يفقد شعبيته لما يكون بيقدم أدوار ملهاش قيمة، أو أدوار تافهة، أو حاجات ملهاش معنى. إنما كل اللي أنا بعمله حاجات لها معنى. وقضايا كبيرة جدا. ويمكن الفيلم اللي هي أثرته اللي هو فيلم الغجر من أقوى أفلامي. من أقوى أفلامك. وأنا البطل. الله، أنت عايز إيه تاني؟ أنا بطل هذا الفيلم. وبطل قوي جدا للغاية، طالع زعيم الغجر. هي شايفة إن ودور قوي جدا وصعب ومعقد للغاية. بس هي إيه؟ أنا فاكر 32 ناقد شتموني. 32 ناقد في الفيلم ده. شتموني في الفيلم ده. ليه؟ وهم يعرفوا ان انا بمثل شخصية صعبة جدا، وال 32 دولت طول عمرهم يكتبوا عني ارفع الكلمات. طب ايه بقى اذا بالتالي الفيلم اذا في حاجة؟ عشان فيفا عبده. فايه لما امثل مع فيفا عبده؟ ما هو دورها وهي البطلة وممثلة قوية جدا في الفيلم. انما كان في منافسة اياميها مع عادل امام. في فيلمين بس في السوق. النوم في العسل. والغجر. فالمنافسه جديده جدا. وكان في صراع بين اثنين. واخد بالك؟ وبالتالي انا اتهاجمت. الصراع كان بين مين ومين؟ بين عادل وبين فيفي عبده. فيفي عبده. وبالتالي انا اتخذت في الرجلين من النقاد. لكن في النهايه تبقى الوثيقه. هي اشكرها طبعا لان هي قالت. هي واضح انها متابعاك يعني. هي متابعه وحاجات زي كده. بس طبعا انت عارفه ساعات الانسان يسخن، احنا مشهورين بالسخونيه يعني. انا افضل اي واحد لما يسخن يحط نفسه في الفريزر بسرعه كده. يتلج شويه وبعدين يواصل الحوار. كشف حساب للمهرجان التجريبي لجمهور حطم مسرح العرائس يشاهد الانواع المنقرضه، اكله كوارع وعنب لمحي اسماعيل ب 600 جنيه. صح مظبوط. صح كده؟ ايوه، انا كنت بعمل المسرحيه في المسرح التجريبي. ايوه. واشتريت كوارع وعنب وحاجات زي كده على المسرح. المسرحيه تستدعي ان اكل طول المسرحيه. لان المسرحيه كلها ساعه. وولد جاي يتعشى في السعاده، ومن خلال هذه الساعه بتقع احداث هذه المسرحيه. بس فانا جبت فعلا كوارع على المسرح وعنب وحاجات بتعشى بقى عايش حياتي. بس الكلام اللي اتكتب او اللي كان يتداول انك اكلت الاكله دي مع اصحابك في الاوتيل ما كانتش هي دي الاكله اللي على المسرح، هل ده صح؟ وانت عارفه صحابتي كانت في المهرجان التجريبي. معقوله يعني؟ ما يعني ده ولد جاي جعان جدا وعايز يتعشى، عايز هياكل ايه تفتكر؟ بالليل هياكل ايه؟ يا كوارع ياسمين حاجات كده. يا سلام. امال
امال يعني اديها فول وطعميه ليه اهبل؟ فهي جت كده وخلاص. هي يعني اكله حلوه وخلص. بتقول لك دي يعني بيقولوا لك دي عملت ازمه في المهرجان. هم خلاص تفتكري عشوه هتعمل ازمه في المهرجان اللي هو الميزانيه بتاعته بالالافات. انا بقى عشوتي هي اللي هتعمل ازمه في الميزانيه. طب هل صرفوا الفلوس ولا رفضوا؟ صرفوا الفلوس وخدتها طبعا. والله طبعا بيقال ان رفضوا. لا ما رفضوش. هي مش كلام مش مظبوط. هرتله يعني دي هرتله. هرتله صحفيه. هرتله صحفيه. هرتله صح. خلاص. طب في حاجه تانية بتقول انا مجنون 100% وانا مجنون ولي تركيبه خاصه. هل انت قلت كده؟ والله انا هقول لك حاجه. نعم. مفيش فنان مبدع الا اذا كان مجنون جنون فني. يعني احنا جنوننا جنون فني. صح؟ صح. يعني مش جنوننا الله علمونا يا بيضا علمونا مش كده ولا ايه؟ يعني ما بنقفش على رجلينا على دماغتنا وكده. فطبعا الفنان اي فنان مبدع فهو عنده جنون فني في حته فن. من شويه عرضنا على شاشتنا يعني لقطات للاستاذ كمال الشيخ وهو بيتكلم. تسمح لنا ناخد رايه في حاجه برضو من اللي احنا كنا بنتكلم فيها دلوقتي، حكايه الفنون جنون والجنون فنون. نشوف هيقول لنا ايه. يا ريت. أنا طبعا يعني المقولة دي هي بتتردد في بعض الأحيان ودايما أنا بندهش ليه، مين اللي قال إنه لابد إن الفن يرتبط بالجنون؟ ولما نيجي نستعرض كبار يعني في التاريخ كله مش بس في السينما هنلاقي إن فيه كثير جدا من الفنانين ليست لهم أي علاقة ولم يتهموا بالجنون على الإطلاق. من كبار المخرجين في العالم وفي مصر، مش بس المخرجين، المخرجين والكتاب والممثلين أيضا، يعني أحيانا بيبقى في عبقريات ملهاش أي علاقة بالجنون. فطبعا أنا أرفض نهائيا هذه التسمية أو هذا التفسير. يعني مثلا نقدر ناخد أي نموذج في الفن عموما، يعني ناخد مثلا الرائد العظيم صلاح طاهر وحنشوف أعماله. لما تتعامل معاه هتلاقيه شخص عادي جدا ومتزن جدا ولم يحدث منه أي في أي وقت من الأوقات أي نوع من الخروج عن الواقع على الإطلاق. حضرة بمئات الأمثلة. يعني أما نقول الفن جنون ده في كثيرين جدا، وزي ما قلت لحضرتك مثلا كبار المخرجين في العالم كله ما سمعناش ابدا ولا عرفنا ان بعضهم كان له حالات بيخرج فيها عن الواقع ويتهم بما يعني بهذا الاحساس اللي هو جنون على الاطلاق. ده بالعكس، ده لازم يكون فيه وعي كامل، وعي كامل من الفنان رسام او مخرج او الى اخره. يعني بيبقى وهو بيرسم لوحه او بيخرج فيلم بيبقى مسيطر سيطره كامله على الموقف اللي هو بيتولى تنفيذه، والا ممكن هذا الجنون يعني يؤدي الى جنوح كبير في التناول. ها طبعا الاستاذ كمال الشيخ بيقول راي منطقي وعقلاني تماما. انا بتكلم في الجنون الفني مش في الجنون العقلي. هل معقوله فنان عقليته مش مظبوطه وهينتج فن؟ استحاله. لا طبعا. احنا بنتكلم في الجنون الفني بمعنى ايه؟ مثلا بين كاسنجلي بيعمل دور غاندي، لازم يتجنن بشخصيه غاندي ويفتتن بيها ويعيش. هو ده الجنون الفني اللي انا اقصده. يعني إلفيس بريس اللي هو بيغني لازم يبقى مجنون وبيشغل جيتار ويلبس القميص الذهب ويقطعه له البنات والمعجبين والمعجبات ويلبس قميص تاني ذهب. طبعا الله. مش فنان مايكل جاكسون ليه فورمته كده؟ توم جونز، كل واحد ليه اسلوبه في جنونه الفني. انا ما قلتش جنونه العقلي. لان ما في فنان وصل للجنون العقلي لو اتجنن ومات وتهطل. طبعا. وفي فنان ليه صاحب رساله ويبقى مجنون؟ لا طبعا. والى لقاء اخر ان شاء الله. لا بس بس احيانا بيبقى في تصرفات غير سويه. لا التصرفات دي قصه ثانيه. الغير سويه دي سلوكيات بشر. احنا ننبذ
سلوكيات اي فنان مش مظبوطه ومش منضبطه. يعني اذا واحد قاعد في 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 جلسه عائليه او جلسه فيها ناس قاعدين من صفوه العلم او او اسره عاديه وقام الفنان بحركات غير لائقه، طبعا ده يبقى شيء شاذ جدا وشيء لا يسمح به وشيء خارج التقاليد. والفنان اللي يعمل كده يبقى مش مظبوط. بس يعني فاحنا دلوقتي مش عايزين نخلط بين العقل والجنون، مش بنقول جنون وانما حته طقايه كده على جنب، مش لازم تبقى ظاهره للناس يعني او ظاهره للعامه، عشان بتتنقل من دور لدور ومن دور لدور بيبقى عندك حاله شويه بنقول عليها يعني ان الجهاز العصبي بيبقى تعبان من ان انت تبقى عايش في شخصيه وبعدين تتنقل لشخصيه تانية، ما بيبقاش بالصوره الطبيعيه، لكن بيبقى المتنفس بتاعي في حياتي الطبيعيه ان انا يبقى ليا طقايه جنان، ما هوش مجنون يعني بمعنى مجنون، لكن هو متنفسي انا اللي انا شايف ان انا ممكن ابقى بعمل اي حاجه انت قد تراها غريبه وانا شايف انها طبيعيه جدا جدا طالما انها لا تؤذي احدا. ليه مثلا احمد زكي يحب يسيب بيته ويقعد في اوتيل طول ما هو بيصور؟ كلنا ممكن نقول يعني ما عنده بيت جميل جدا جدا احسن من الاوتيل اللي هو قاعد فيه، بس عايش يعيش في المود ده وعايز يبقى بيفكر بشكل تاني مختلف، عايز يبقى ما اعرفش. ممكن تلاقي الله يرحمها سعاد حسني ممكن تاخد عربيتها مثلا وتفضل تلف الزمالك 3 4 ساعات لوحدها ما بتعملش اي حاجه، ده مش ممكن يعمله اي انسان طبيعي. ها ايه رايك في اللي قاله سامي؟ والله سامي العدلي الكلام اللي قاله كلام جميل جدا وكلام صح، ان كل فنان لازم يكون عايش في الاتموسفير او في الجو اللي فيه ساعه صفا مع نفسه، يعني يبقى فيه ساعه صفا فعلا، يعرف فين الجو الاتموسفير اللي عايش فيه عشان يبدع في ادواره. ما انا ما اجيش مثلا يبقى عندي شخصية زي الشخصيات اللي انا بعملها الصعبة دي واقعد في جو فيه زيطة، لا، عشان كده بقولك انا بحب ساعات مش على طول العزلة. العزلة الفنية دي متعة لان هابدع فيها لما اقعد كده واسمع صوت الصدى. الصدى مش إيكو. مش ايكو ولا ايكو، الاقي صدى صمت. في صدى الصمت الغير عادي ده انا بنطلق، بعيش، بشوف الشخصية قدامي. إنما لو في كراود وصوت جنبي وتفاصيل وأي حاجة تاخدني من الشخصية ما أعرفش أعيش. إنما فترات الصمت دي وجو الصمت والعزلة هو ده اللي أقدر أخطط فيه الكاركتر اللي أنا هأبدع فيه. طب أثناء وأشوف كل حاجة يعني ربنا مدي كل إنسان بصيرة طبعا وبتختلف من إنسان لآخر أكيد، فأستطيع أن أرى ببصيرتي أشياء لا يراها آخرون. ومش شرط ان الكاتب المجنون يبقى ماشي في الشارع بيكلم نفسه، يعني يوسف ادريس كان ناس كتير قوي بيتهموه انه مجنون، وانا رايي انه مثلا يتشابه في صفاته وفي سلوكه الشخصي مع مثلا حاجات زي اللي بتطلق على محي اسماعيل مثلا، الاعتزاز الشديد بالنفس، الاعتداد، لما نجيب محفوظ خد نوبل قال انها مؤامره وان نجيب محفوظ خدها لانه على علاقه بالصهاينه وبعد كده اعتذر. فممكن الفنان يبقى مجنون بطريقه يوسف ادريس ومحي اسماعيل واحمد زكي اللي الناس كلها بتتهمه انه مجنون وانه مش عارف بيتخانق وبيضرب وبتاع، وممكن الفنان يبقى مجنون بطريقه نجيب محفوظ، الراجل اللي لابس بدله وكرافته وماشي جنب الحيط، او جنون محمود مرسي او جنون نور الشريف. استاذ بلال الحقيقه احييه، لانه هو بيتكلم دلوقتي عن جنون الابداع. جنون الابداع ده يا سلام احنا نشتاق ليه باستمرار. يعني مثلا لما جه مثلا ستيفن سبيلبرج وعمل الفك المفترس او قعد فكر لقى فكره مجنونه، قال لك ايه ده، اجيب سمكه متوحشه وتجن وتضرب البحر وناس تيجي والسمكه دي تنتصر عليها، وخلى دائما يعني كل ابطاله يا سمكه يا حيوان حديقه الديناصورات يا شيء، وبالتالي لغى حته كمان نجوميه الفنان. يعني انا مش رايحين فيلم عشان نشوف نجم، لا، رايح اشوف سمكه او ديناصور يا او ديانا جونز، رايح اشوف حاجات كلها مش بني ادمين. هذا مبتكر كويس، ابتكر شيء لنفسه، ابتكر شيء صعب جدا للغايه. ليه انا بروح اشوف نجم؟ طب انا رايح اشوف ايه، سمكه؟ اسمها ايه السمكه دي؟
اذا هذا رجل مبتكر، جنونه هنا جنون ابداع. لما يبقى مثلا دكتور يوسف ادريس ونشبهه بتشيكوف الروسي، واخد بالك، ونقول ده راجل عبقري، عبقري لانه بيبدع فن. حكاية الأدوار والتقمص، التقمص ده يقول لك ده مجنون، ده لما بيندمج بيضرب. أنا هقول لك حاجة تضحكك. طب في يوم من الأيام كنت في السويس، نعم، في حفلة كبيرة جدا، ودعوني الحفلة دي، وكان فيها الرئيس السادات، والدولة كلها قاعدة وكده، وكانت حفلة كبيرة فيها وردة الجزائرية وفيها فايزة أحمد من سنين كده. وبعدين فجأة الحقيقة كان ليا طلب من رئيس السادات، والطلب ده كان ملح، لان انا عشت سنين كتيره في فنادق وما كانش عندي شقه ملك يعني. فانا قلت الله، طب لما اقول شقه هاخد ده مين؟ ما انا مش عارف اجيب شقه. فقلت لا، مفيش الا الرئيس السادات، هروح له. فجات لي، قلت بس اكتب ورقه، وحطيت ورقه في جيبي هنا، ورقه هنا، ورقه هنا، ورحت رايح بقى عايز اقابل الرئيس السادات. ان اقابله استحاله، في حواليه الامن بقى والدوله. فقلت بس اول ما يقعد انا هصوت. بس اول ما الرئيس السادات قعد، فرحت مصوت على طول، يا ريس في الصلاه، يا ريس انا عايز اروح له، عايز اتنين ظباط يمسكوني يودوني عنده. ايوه، عايز، واخد بالك. أيوة. فلقيت فعلا ظباط جم وراحوا ماسكني وحاطيني قدام الرئيس، وده اللي انا عايزه. ايوه كويس. فالرئيس شافني كده، فبعدين قال لي ازيك؟ قلت له الحمد لله. قال لي في ايه؟ خفيت؟ خفيت. قلت له من ايه يا ريس؟ قال لي من الصرع اللي عندك، انت مش عندك صرع؟ قلت له يا ريس ده تمثيل والله العظيم. قلت له ده تمثيل؟ قال لا لا مفيش تمثيل كده. قلت له لا والله يا ريس. قال لي انا قلت لهم لو انت عيان تتعالج. قلت لهم لا والله يا ريس ده تمثيل فعلا. قال لا مفيش تمثيل كده، ايه التقمص ده؟ قلت له يا ريس انا مش جاي عشان كده، جاي اسلم على سيادتك وعايز شقه. قال ادوا له شقه، وخدت شقه على حس الصرع. لا 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 اه والله، معقوله؟ والله العظيم خدت شقه. تتكلم جد؟ اه والله. على حس ال، وعلى حس يا ريس، على على حس الصرع ده كمان. لا انا عايزه اقول انه صحيح الاندماج، في اندماج كلي، في ناس بتندمج. يعني كانوا بيقولوا ان الاستاذ زكي رستم، طبعا انا ما عشرتوش يعني، شفناه في الافلام ابو اسود، كانوا بيقولوا على جورج ابيض وجورج ابيض انه كانوا بيندمجوا اندماج كلي، او ياخدوا شطه وياخد شطه جورج ابيض كده وينحر ويخش بقى وعايز يخنق ديدمونه فعلا في عطيل. يلا عطيل، انا عطيل القائد المغربي، اديها شطه يلا. ودخل بقى على مشهد الخن. طب وايه دخل الشطه في ده؟ قال لك عشان اضغاز وانحر والعرق ينزل ويخنق. لا وهو كان في كان في قصه حتى قالها الاستاذ فريد شوقي عندنا في قناه الافلام، انه كان بيندمج الاستاذ زكي رستم لدرجه انه لما في فيلم الفتوه لما لقاه واقف قصاده زعق وقال له انا مش حطيتك في الثلاجه، في الثلاجه وميت، ايه اللي جابك هنا؟ ايه اللي جابك هنا؟ ما هو ده اللي انه بيبقى لسه عايش في الشخصيه. يعني برضو الواحد لما بيمثل دور من الادوار اللي هي الثقيله الصعبه، بيروح بيته وقبل ما يتخلص من الشخصيه لازم يبعد عن الناس ويقعد لوحده فتره كبيره. ولان الفنان تعرف لما بيروح بيته بيقعد يسترجع اللي عمله. مفيش اي فنان ما عندوش حاجه اسمها محاسبه النفس. لازم يحاسب نفس المشهد ده انا عملته، طب ده انا عملته كده يعني. فمحاسبه النفس في كده يعني. طب تسمح لي بقى، احنا عندنا شابه يعني ونجمه هي شديده الاعجاب بمحي اسماعيل، وانا شخصيا بحبها قوي، فتسمح لي نشوفها على شاشتنا. انا سعيده جدا ان انا بشارك في برنامج ساعه صفا، لان البرنامج ده من اهم البرامج المحببه جدا لقلبي، لان بحس ان هو بيكشف جانب اخر من جوانب الفنان محدش يعرفها او حدش تطرق لها. وسعيدة أكتر لإني بشارك في حلقة النجم محي إسماعيل، وأنا بقول إن محي إسماعيل من أهم الفنانين اللي أثروا في حياتي جدا، واللي أنا يعني اتشغلت جدا في فترة من حياتي بمحي إسماعيل، بأدائه في أفلامه، بتاريخه. فهو فنان ذو حالة خاصة، موهوب جدا،
يعني بقول ان هو بيلعب في منطقه خاصه جدا، منطقه صعبه جدا، ممكن تكون محرمه على ناس كتير انها تخشها، لانها منطقه صعبه جدا 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 على الممثل. يعني انا بقول لو الممثل جاله دور من الادوار المركبه اللي عملها استاذ محيي يفكر ألف مره عشان ما يتطرقش لاداء محيي اسماعيل. بقول له ان انت اسرت السينما باهم ادوار، ادوار مهمه جدا بالنسبه للمشاهدين، بالنسبه للفنانين، وعمر النجم ما تتقاس اعماله بكمها، لا، برغم ان انت ما عملتش اعمال كتيره تتعدي، يعني ساعات يقيسوا النجوم ده عمل 80 فيلم وده عمل 150 فيلم، انما انت باقي لان انت اثرت في تاريخ السينما بشكل مهم جدا. هسالك سؤال بالنسبه لي انا احب اساله لك، لانه هساله لك عن حد انا بحبه كمان. هسالك عن اول لقاء بينك وبين السندريلا، وازاي اللقاء، وازاي هي اتعاملت معاك، وانت كمان اتعاملت معاها ازاي، وعايزه اسال عن اول قبله كانت بينك وبينها، لان انا متاكده ان انت كمان بتحب تتكلم في الموضوع ده، يعني متاكده ان انت بتحب السندريلا قوي زي ما كلنا بنحبها، يعني فاحبك تتكلم في الموضوع ده. نجمه روجينا. روجينا جميلة طبعا، وانا بحبها قوي كمان، ورقيقة المشاعر فعلا، ويبدو ان هي انسانة فعلا مهتمة بالفن، ومهتمة بالفن التقيل، وعندها القدرة على التحليل، وعندها القدرة على انها فعلا يعني يبقى عندها نوع من الامانة في عرض رأيها بموضوعية يعني. فانا اشكرها واحييها، وانا عارفة ان هي اساسا معجبة بيك وبفنك قوي، ولذلك حبيتك. وعلى فكرة الفنان مش بكتر اعماله، لا، جيمس دين اسطوره بثلاث افلام، مش كده ولا ايه؟ لا، جيمس دين ثلاث افلام بس فقط، فقط، ومات 23 سنه فقط. عمل ثلاث افلام، وكان عنده عربيه بورش زي عربيتي اللي عملت بها حادثه، نفس الحكايه. وانا كنت احبه جدا، وكنت واخده بالك. فهي المساله مش بالكم، نعم، بس انا في تاريخي قولي بتاع 100 عمل على ما 30 سنه، في السينما 50 فيلم، لكن في البطولات انا عامل حوالي 15 فيلم بطل اول، واخده بالك. وفي الادوار الافلام الجماعيه عامل ادوار قويه جدا طبعا، البطولات الجماعيه. عموما احنا مع روجينا طبعا، ودي قاعده معروفه، انه الدور. انا اكره، نسيت اقول لك حاجه، انا اكره القبولات في السينما. لا بس انت لك لقاء مع الفنانه سعاد حسني في فيلم بئر الحمام، فعلا، ودور مهم، صح، وكان الدور يحتاج لده، طبعا. فهي بتقولك ارجوك تقول لنا ازاي حصل، وانا عايزه اسالك انا بقى كصفاء، بسالك بقولك ليه بتكره القبلات، مع اني انا ما شفتش ممثلين ورجاله كرهوا القبلات في الافلام غير محي اسماعيل، اول مره اسمعها. لا اقولك حاجه، بحس ان ده حرام. لما كبرت، لما بعيد تقييم نفسي، ما في حاجه اسمها وقفه مع الذات. احب احسن يتم التعبير عن هذا الشيء بتلميح وليس بتصريح. يعني صحيح انا كنت في بدايه حياتي، اول فيلم اعمله، يعني هو اول فيلم عملته في حياتي، راجل استاذ كمان، اول ما وقفت في حياتي في السينما قدام سعاد حسني. هي عايزه تحكي، اصلا انا افتكر مره حكيت، عايزه تسمع يعني اللقاء كان ازاي. انا فعلا رايح مكتب الاستاذ رمسيس نجيب، وده اضخم مخرج منتج في تاريخ السينما، طبعا كويس. فبقول لي انا شفتك في دور نابليون على المسرح، وعشان كده هديك دور حلو قوي، دور رسام وحاجه كده، تاخد كام؟ قلت له مش عايز حاجه. قال لا، تاخد كام؟ قلت له شوف قد 100 جنيه. قال لي خلاص هنديك 150 جنيه. قال لي عارف هتمثل قدام مين؟ قلت له لا. قال لي قدام السندريلا. قلت له يا اموت واشوفها، اطنقت واشوفها. اسلم عليها، اشوف هتري مين قاعده قدامي، هي لابسه نظاره وانا مش شايف، اتهطلت، ما اعرفش، واحده لابسه نظاره قصيره، وانا قاعد واخد بوز عشان يقول لي ده نجم. ما انت عارفه الوقت في بدايه حياته، عايز يضخم في ذاته، طبعا، فانا واخد بوز كده. قال يعني فبني، قال لي عارف السندريلا؟ قلت له اموت واشوف. بقول له، قال لي مدام سعاد اتخضت خضه بنت كده، راست تعبان، راست.
بس قمت اتنفضت قلت لها هتفضل قاعد قوم يلا. فروحت قايم واقف منفوذ زي اللهبل كده وقعد مبهور مبهور. انت عارفه الفلاح الفلاحين لما بيجوا مصر فدايما يدوهم ملحوظه يقولوا خلي بالك كلما رايت شيئا احمر تقول هذا صندوق بريد. كلما انا بالظبط اللي حصل لي ده كلما رايت شيئا احمر اقول هذا صندوق بريد حتى لو بطيخه صندوق بريد. ما هم محفظيني بقى اي شيء احمر عايزه صندوق بريد. فالمهم جات لي نفس الايه الامبريشن ده الانطباع الفجائي ده اول ما اشوف سعاده. المهم دخلنا الاستوديو الاستاذ كمال الشيخ ايه بيشرح لي بقى القبله. فالحقيقه انا احرجت وعرقت مناديل خدنا المدينه نشفنا العرق كويس. فهي ايه شرحت لي اللقطه فجيت انا كل ما احاول اقرب منها هي اللي شرحت اللقطه ولا الاستاذ كمال؟ عايزه بس الدقه في الاداء. الاستاذ كمال شرح اللقطه كويس قوي لكن تجسيد اللقطه عند مدام سعاد. انا همثل قدامها بقى تجسيد فبقول لها يعني انا واقف خجلان وعرق وحاجات زي كل شويه تقول امسح العرق ماشي مناديل اديها مسحنا العرق. فجاه اروح ايه واقف قدامها كل ما اجي اقبلها فانا ايه في الوقت ده ما اضحكش عليك كنت ايه يعني جبت جماعه اصحابي عشان يتفرجوا عليا فرحان بقى وقفتهم في الاستوديو قلت لهم بقول لكم ايه تعالوا اتفرجوا عليا النهارده عبود سعاد مسلم هيجي تكني لحد عارفك. قلت لهم والله العظيم النهارده اتفرجوا بس قال لي انا خفت على اللقطه بدل ما اعمل لها شلوه يبقى اسم فينا شافه يعني ده اللي كان في دماغي شهود يعني. كل ما اجي اخد اللقطه ابوسها فهي البوسه تطلع غلط قلت يا نهار اسود ايه اللي انا بعمله ده فيجي لي خجل غير عادي فالاستاذ كمال يقول نشفوا له عرقه ماشي قلت يا نهار اسود انا هنشف عرقي طول اليوم مش حصل فين وفين لحد ايه ما حصلت القبله وخلصت كل حاجه وقالوا برافو هايل وحاجات زي كده. فالمهم ايه انا ماشي بقى مع اصحابي بقى انا فروحنا بقى انا فاكر عند اصحابي في المانيا الوعدين فلوني ايه نايم على السرير وباص في سقف الاوضه وايدي كده ورا ظهري وعمال سعاد سعاد عمال احلم بقى بهرتل والله ما هتطلت بقى. انا جه في مخي بقى ان ايه ببص لعينيها لقيت عينيها بتضحك قلت بس بتحبني انا عملت استرجع بقى لقيت ان انا مثلت قدام كل ابطال قلت ماشي تمثل قدام كلهم ماشي انما عينيها ضحكت لي انا ده اللي جه في دماغي. تاني يوم راح للاستوديو وداخل بقى بألاطه شديده للغايه فداخل بقى هي قاعده الاستاذ كمال الشيخ قاعد خلاص بقى انا بتاع امبارح مثلنا يعني فداخل بقى مساء الخير ما حدش راض فقلت لا عيد اللقطه تاني يمكن ما سمعتش فرحت ايه راجع تاني المترين دول ورحت داخل تاني مساء الخير ولا الاستاذ كمان راض قلت يا نهار اسود شخصيتك ضاعت يا بتاع امبارح ما انت اللي كنت واقف في السقف الاوضه قلت سعاد تاني مساء الخير ما فيش ما عندكيش فكره رحت داخل الاوضه بتاعتي وقافل على نفسي ومنزوي وعمال اخبط في دماغي كده تعملي فيا كده حرام عليكي حرام بس فين فات التاريخ ورحنا لقرطاج كان ليا فيلم الاقمر بنشارك بيه في مهرجان قرطاج وهي بشفيقه ومتولي فبفكرها بقى بقول لها فاكره من 27 سنه وحصل كذا وقالت لي فاكره ايه انا عينيا كنت ببص في حاجه تانيه هو انا فاكره حد خالص ولا شفتك افتتاح بقى بتاع الفيلم بقى عملت ايه بقى عشان اسمع القصه دي منك انت شخصيا يوم افتتاح الفيلم انا ايه قالوا لي ايه بص عشان تبقى مشهور وكده اجر اتنين يقف ورا ظهرك ليه حرس بودي جارد قلت ماشي طب ما اجر موتوسيكل واعمل بيه جو في وسط المدينه فايه اجرت موتوسيكل وهيص معين ولا حد عرفت انت اللي انا بهيص لنفسي ودول عاملين لي جو غير عادي ففجاه ايه انا قاعد بقى يوم افتتاح الفيلم نور الشريف قاعد وانا وهي قاعده وانا قاعد كويس فهي ايه بترمي صور ونور بيرمي انا جايب صور قد كده قد كده اكتر منهم الاثنين بس ما حدش عارفها كام صوره كده يعني قولي بتاع 5000 يا مان الصوره كانت بثمن بتمانية مليم عند واحد خواجه كنت عاملهم بحيث الورقه خفيفه اللي ياخدها يبروزها بقى
مش مبروز، مفيش بقى اللميع وكده. لا وكدا. طبعا قلت 5000 صوره وقد كده، وراجل شالهم لي وداخل السينما وكده. وانا قاعد بتفرج كده كله بقى مرمى. انا عايز ارمي بس ما حدش قال محي. انا عايز حد يقول محي ان حد يقول مفيش. فين وفين الفيلم ابتدى وكده. وبعدين في اللحظه اللي هي فيها القبله فلقيت الجمهور رحت قايم ورامي ال5000 صوره والفيلم شغال. فكانت لحظه تخض الناس. وهي اتخضت، ايه ده خد بيتك، ما كنت قاعد عاقل. ال5000 مره واحده والفيلم شغال، فالناس ايه اتلخمت في الصور وسابوا الباقي واللقطه شغاله. طب وده وقته؟ ما هو ما كانش فيه بقى حكايه ايه برضو الوجه الجديد غير المحترف. النجم بيبقى له وضعه وقيمته، ودايما القوه تحمي نفسها بنفسها. يعني القوه بتحمي نفسها بنفسها طبعًا. مش محتاجه يعني طبعًا. لكن انا هنا بقى ما كنتش قوي، ضعيف. فجت لي بقى طب تسمح لي اخد فاكس من فاكساتك؟ يا ريت. للقلقات الاي ار تي، شكرا. اسمحي لي ان احييك على ادائك الرائع في دور الخيزران، اشكرك جدا. ده ليك انت، وكم كنت جميله وصغيره ورشيقه، اشكرك قوي. وبدي اسالك، لماذا لا تقومين بعمل الفوازير ولو للتلفزيون العرب؟ والله انا بقى هسال المسؤولين في الحكايه دي وارد. ولنا سؤال نجمتنا الجميله الفنان محيي اسماعيل، لماذا لم تتزوج؟ وهل حقا انك ارتبطت بفتاه انجليزيه ولكنها هجرتك؟ وهل ما زلت تؤمن بنظريه البص المصريه؟ البص ده قصه ثانيه. بنظريه البص المصريه نصيره ربيعي من الجزائر. نصيره دي اسم جميل قوي. هي من النصر. بس هي قالتها نصيره المصغره. لا الحقيقه انا اتجوزت مرتين، انا اتجوزت المانيه واتجوزت مصريه. الحقيقه الالمانيه، لا دي مفاجاه، اقول بشوي شويه لان انت بتفاجئنا بحاجات احنا ما نعرفهاش. يعني انا اتجوزت المانيه وجوزت مصريه. كويس. الالمانيه الحقيقه ابتديت بالالمانيه ولا المصريه؟ الالمانيه طلبت مني في يوم ما. انا طلبت منها انها تعيش في مصر. لان قعدت فتره كبيره في اوروبا معاها. انا قعدت 3 سنين بين المانيا وباريس. انا سبت مصر 3 سنين اقامه بره. دي فترة كانت شبه هجرة تعتبر يعني؟ شبه هجرة بس. دي كانت فترة برضو ثرية. لأن قعدت كتبت حاجات لها قيمة يعني هنتكلم فيها بعد. فالألمانية دي تعلمت منها أشياء كتيرة جدا. كل حاجة حلوة اتعلمت منها من الألمانية. محشي كروم كانت تجيده بفظاعة. محشي كروم هي اتعلمته في مصر؟ اتعلمته في مصر وخليتها تقرأ القرآن باللغة الفرنسية ودخلتها الإسلام وجوزتها. تعالي مصر، فقالت اجي مصر، فجت مصر. الحقيقه الجو هنا ما عجبهاش فحاولت اقنعها. يعني ايه الجو بس؟ يعني لقت مثلا تلوث 30% رصاص في الجو. ودي حاجه بتاثر على المخ. تلوث يعني من البنزين وكده. الكيماويات في الخضار مش مظبوطه. وعوادم السيارات والحاجات كده، والجو سخن باستمرار عشان في موتوسيكلات شغاله وشكمانات وكده. فالبيئه قالت البيئه ملوثه. وافضل ان اموت في بلدي على ان اعيش هنا. فزعلت وحزنت وعيت. وقلت طب صقيع المانيا في بون، هروح هناك هتجمد. ومفيش فن هناك بالنسبه لي طبعا، واللغه ما اعرفهاش. بعد كده جيت مصر لما والدتي توفت. فجالي صدمة. فرحت للدكتور قلت له أنا عندي أكزيما. اللي هو بهرش في كيس. حساسية. نوع من الحساسية. فقال لي دي نتيجة صدمة قوية جدا. أنصحك تتجوز. صدمة بصدمة. قلت له جوز صدمة؟ قال لا طبعا. فقلت ماشي هاخد الصدمة. فجوزت إنسانة مصرية طيبة جدا. في كل شيء، وأعشقها وأحبها جدا. لكن اكتشفت فعلا إن الجواز بيقتل حريتي. غريبة أوي الجملة، الزواج يقتل حرية الإنسان؟ لكن يسعد الموظف. ولا حرية الفنان؟ يسعد الموظف. أيوة، حرية الإنسان بقى عموما ولا الفنان؟ الفنان، أنا آسف. أنا آسف. حرية الفنان.
يعني حتة برضو التوافق، التوافق ما كانش موجود. أصل التوافق ده برضو ليه يقتل حريتك؟ يعني تعرف الإنسان يعني الفنان عموما في حتة تمرد. يعني مثلا عايز أنزل الفجر، الزوجة الطبيعية ما تسمحش الجوز ينزل الفجر. نزل راح فين؟ تقعد مع أصحابك، أنت قاعد في بيتك. عايز انزل فحسيت ان انا محبوس ويا لها حقوق ويا زوجه طبعا. والشرع بيقول وكل ده يعني لازم الواحد يعطي مراته كل حقوق. الى صفاء بالسعود لؤلؤه الاي ار تي، الى اجمل صوت، أجمل مجنون في الفن المصري. أيوة ده أول حاجة. أنا فتاة لبنانية ولدت هنا في كندا، ولكني أعشق الفن المصري من أمي التي علمتني إياه. أنا معجبة ببرنامج ساعة صفا، وأشكركم على الترجمة التي جعلتني أستمتع به أكثر تحت أمرك إحنا وتحت أمر كل مشاهديننا في أمريكا وفي كندا وأستراليا والبلاد اللي بتحب الترجمة، لأنني لا أجيد العربية تماما. أسأل سؤال للمجنون، هل رفضت أن يصفك أن يصفعك النجم الأسمر أحمد زكي في مسلسل رغم أنك صفعته؟ لكن أنت رفضت أن أحمد يصفع محيي. كل حبي لك، اعتذر لسوء الخط. هي اسمها ايه؟ هي اسمها انجي جورج من كندا. طب وهي شرفها بالقصه دي. انجي جورج من كندا شرفها القصه دي. اكيد بيتابعوا في مجلات، ممكن في قارئات اكيد. انت عارفه من احلى المسلسلات اللي عملتها في حياتي. مسلسلين. اول مسلسل ابناء في العاصفه مع حضرتك. بالظبط كده فعلا. لا هذه حقيقة فعلا. لان دي كانت تجربة جديدة ودورك كان حلو. لا كانت تجربة جديدة فعلا. ويمكن كانت تجربة جديدة ليا في تمثيل دور صعب. واحد بيمثل بالاشارة بعينيه من غير ما اقول مفيش ده العين يعني. بقول لك ازيك بعيني. لو البصة مش مظبوطة الرد هيجي غلط اكيد. فده كان تمثيل صعب جدا في الحكاية. المسلسل الثاني مسلسل انا واحمد زكي اسمه بستان الشوك. عن رواية اللي هي مرتفعات ويزرينج. فاحنا عملنا المسلسل ده في اليونان. فكان في مشهد مهم جدا لازم اضرب فيه احمد زكي قلم. فيمكن لاول مرة احمد زكي كان يشوف بقى الاندماج بقى، ولان انا سابقه انت عارفة. يعني انا عامل الاخوة الادم 27 سنة. واخد بالك؟ ايوه. يعني بداية التمثيل الصعب انا اللي حطه. ايوه. ولما نقول انا اللي حاطط هذا التمثيل الصعب يبقى بنقر حقيقه. مش بنجامل ولا احب حد يجاملني في الحته دي. لان دي اضافه. اللي حصل انا مندمج، فقال لي هضربني القلم ازاي؟ قلت له خليك في نفسك. ده مين احمد؟ بيقول لك هتضربني ازاي؟ قال لي هضربني القلم ازاي؟ قلت له خليك في نفسك. قال وقعد ينكت في نفسه. قلت له في ايه يا ابني؟ قال لي هتضرب ازاي؟ قلت له ما اعرفش القلم هيجي ازاي، باليمين ولا بالشمال ما اعرفش. فالمهم خد قلم غير عادي. القلم اثر فيه فزعل واتضايق وحس ان ده مش شخصيه، ان انا بضربه قلم حقيقي. طب وهل كان مطلوب؟ ده اللي حصل يعني. فزعل جدا. فاخدته على جنب قلت له احمد بالعكس ده تمثيل. انا مندمج بس الشخصيه بتاعت انا بندمج وكده. لما جه هو بقى مفروض في شخصيته انا يا لورد. بعدين اللي بينقلب الحال. بينقلب الحال، بيبقى هو اللورد وانا الكلاف. هو في المرحله اللي بضربه قلم فيها هو الكلاف. جه بقى الوقت اللي هو مفروض يضربني فيه قلم. فانا قلت انا ما اتضربش، انا محي اسماعيل ما اتضربش. وعملت عفريت. قال لي ده الشخصيه لازم يضرب.
انا عايز اجننه. انا عايز اجننه. بس هتضرب القلم. انت يعني بس طلع ان شاء الله اتضرب. كان اخرك حسام جي مصطفى؟ لا، كان فخر الدين صلاح الله يرحمه. فجه مين؟ الاستاذ رياض العيراني هو المنتج. قال له ايه هتضربه ازاي؟ هتضرب محي اسماعيل ازاي تيجي؟ حتى لو قال لك ما ضربنيش ما ضربوش. هو ايه مثلت شويه ان ايه لا يمكن اتضرب. انا اضرب لكني لا اضرب. ايه ده؟ ايه ده شعار؟ فالمهم جه في الاستوديو احمد بعد ينكت وراه كده وبقى لي لازم يعني لازم يضربني القلم. قلت له طب ماشي خلاص اضرب القلم. قال لي انا هتقمص. الجمله بقى اللي انا قلتها له بقى. انا مندمج. فاندمج. فالمهم ايه ضربني قلم جامد جدا. قلت له بص انا سامع انك رفضت. انا الاول رفضت بصراحه. طب قول الحق. كداب في الحته. انت في الاول رفضت؟ انا رفضت فعلا ورفضت بصوره غير عاديه. والحق يقال اتخانقنا. ليه بقى؟ لا قامت خناقه كبيره جدا، خناقه حقيقيه. عجبني احترم صدقك. احترم صدقك بصراحه. خناقه حقيقيه. وبعدين بعد كده اتصالحنا. قلت له احمد ده تمثيل. قال لي مفيش تمثيل كده. قال لك كنت بضربني بالجزمه في جنبي. وبوز الجزمه بيجي في جنبي فعلا. هو ده تمثيل؟ قلت له ده اندماج. سميه اندماج. ما انت بتحب اختي من ورايا وانت خدام. الشخصيه كده. فلازم انتقم بغيظ يعني. بس فهو لقط بقى الحكايه دي. فبقى يديها بقى اندماج وضرب ونفس الحكايه يعني. لكن انا في الاول رفضت. انما ضربك؟ قلت له لا يمكن الضرب. اي ممثل في مصر يضرب الا انا. انت ما تعرفش شخصيتي. قعدت تبع الحاجات ده غيظه. اتاري كل ده هو بيشحن. عمل فيك ايه بقى؟ ضربك؟ الم جامد قوي. الم جامد. المهم الم قصاد الم. واتصالحنا وجينا حبايب وكل حاجه. طب الحمد بس لله. بس احنا اصحاب يعني. الحمد لله. شفته في فيلم سادات؟ وعمر الشحن في فيلم كوميدي. والله؟ والله العظيم عبقري. طب شفته في فيلم السادات؟ عبقري. عجبك؟ عبقري. عجبني ايه؟ ده يعجب العالم كله. يا سلام. طبعا. ده حاجة جميلة. ابداع. ابداع. حاجة جميلة منك. هنجامل. هنجامل ابداع. اي ممثل يعمل دور احسن مني. او اي ممثل يعمل دور فيه ابداع. لازم اخلق له القبعة. بس انا خايف اخلق القبعة. شعري يتنعكش. بالظبط. لا ما تخلعش. محي اسماعيل فنان بيحب التمثيل. يعني في ناس بيحبوا التمثيل بدرجة نقول عليه ده مجنون تمثيل. من ضمنهم محي اسماعيل، احمد زكي، نور الشريف. في ناس بتعشق التمثيل بدرجه ان هو مش بيمثل يعني عشان دي شغلته ولا عشان ان هو يعني الشهره واضواء وكده. لا، هو بيمثل انه بيحب، بيستمتع وهو يؤدي هذا العمل. فمحي عنده الصفه دي. فنان عنده طاقات ونفسه ان هو يعبر عنها وبيجتهد جامد هو نفسه على الادوار اللي بيعملها، بحيث ان هو بيفكر في اللبس وبيفكر في الحركه وبيفكر ويدرس الحكايه ويفضل عايش الدور اللي هو بيأديه اثناء التمثيل بره التمثيل كمان في حياته العاديه. يفضل عايش فتره اداء الدور ده. يعني الفيلم لو هياخد منه مثلا تنفيذه شهرين، يبقى الشهرين دول او قبل الشهرين دول بشويه وحتى بعد الشهرين دول بشويه الشخصيه اللي هو بيأديها دي هو متقمصها لدرجه ان هو عايش بيها. الاستاذ علي بدرخان والراي اللي قاله ان انت بتتقمص الشخصيه وتعيش قبلها بشويه وبعدها بشويه تفضل الشخصيه اللي انت اديتها تفضل مأثره عليك لفتره طويله وانت عايش بيها. انا بعشق التمثيل يعني. انا عاشق فعلا. ولذلك يعني تحس ان انا متجوز التمثيل. طبعا. ما يمكن ده اللي خلاك في الجوازين اللي انا بسالك يعني. لا يعني انا يمكن شويه ما لقيتش وقت. انك ايه؟ في ما لقيتش وقت. لا ما لقيتش وقت كتير للجواز. لكن استمتعت صحيح وعشت كتير. لكن الجواز فعلا عايز وقت. والله.
عايز وقت كتير، عايز تفرغ طبعا. عايز تفرغ يعني، لكن انا تفرغي الاكتر ما اضحكش عليك، لان اصل الجواز ده خبره وتجربه. نعم. لقيت ان انا بستمتع اكتر وانت مش متجوز. وانا قاعد اكتب، وانا قاعد الف، وانا قاعد امثل. طب يعني خطوط يومك بتبقى ازاي لما ما معكش حد ولا شريك يشاركك اليوم؟ ده حلو احلى من انك تبقى متجوز. يعني انا كنت اتمنى ان كان يبقى لي مثلا انتيم صديقه تشاركني كل حاجه. صديقه ولا زوجه؟ لا، ما هي زوجه. زوجه صديقه. زوجه صديقه بمعنى ايه؟ ان ممكن كل واحده فيها ديفو. يعني اشمعنى انت اللي مش هيبقى فيك ديفو، هم بس اللي هيبقى فيهم ديفو؟ لا، انا بتكلم ديفو بمعنى ايه؟ يعني انا الزواج ده عاوز حقوق للزوجه. طبعا لازم تاخد حقوق، ولازم تلاقي وقت ليها. طيب اذا عدم الوقت والوقت راح، والوقت مش كتير بالنسبه لها، عشان اسعدها وافسحها واوديها واجيبها وكده، وتخش في العيله وتخش طب لو ده مش موجود اتجوز؟ ورغم ذلك اتجوزت عشان اجرب اشوف. اكتشفت فعلا ان الجواز مش هقول عائق، لكن ما لقيتش حته التوافق. التوافق بمعنى ايه؟ انا عايز اتكلم في الادب، ما هي مش شاغلها الادب، مش في دماغها. طب عايز اتكلم في التمثيل، ما انا برضو زي ما قال الاستاذ علي بدرخان، انا مجنون تمثيل طبعا. طيب هي مش عايزه طول اليوم اتكلم في التمثيل، اضطر بقى امثل لها عفريت وقرد، مش هينفع. طب عايزه انا تناقشني، عايز اناقش روايه. طيب هذه الاشياء كلها هناقشها في الخارج مع اصدقاء مش معاها. اذا هنا في ركن من عدم التوافق. ولكن لا تنكر ان الرجل لما يلاقي امراه على مستواه في مناقشته في تخصصه يزعل ولا يقبل. هذا رجل ناقص. ليه بقى؟ الحياه كلها. قولي الاعتراف ده كمان مره كده على الشاشه عشان الرجاله يسمعوا. لا، انا بكلمك بجد. هذا رجل ناقص. لان المعرفه تكتمل بين الاثنين. يا سلام، ده جمال المعرفه. ان ده يقول راي وهي تقول راي. واحترم رايها. ليه؟ لان الجواز اساسه الحب. حب ده انا اساسا في المقام الاول في حب. الله. طب انا بقول راي. الراي ده هل الراي ده يخليك تزعل مني؟ الله، ده انت نسيت ان في حب. لكن هذا الراي يخليك ايه؟ لو انت راجل بقى مثقف ومتحضر فعلا، يقويك انك تلاقي مراتك مثقف. محي طبعا كل الناس يعرفوا انه هو فنان مجنون. جنانه لذيذ جدا، جنان جميل، وفي نفس الوقت بيحب شغله قوي، بيحب شغله قوي. وهو من النوع اللي يعني عنده انضباط في المسرح، بيبقى أول واحد موجود في المسرح، و بيتناقش مع كل الناس. يعني هو عايز كل الناس يشتغلوا زي ما هو عايز. عايز يلغي المخرج. هو عايز يلغي المخرج، هو عايز يشتغل زي ما هو عايز. فدي كانت ايام كتير قوي بتعمل نوع من كلاشز بينه وبين المخرج حسام. فبس يعني ما كانش عنيد قوي، يعني كان بيرضى في اخر الامر. يعني بصراحه مع المخرج عشان يهتم بيا. لا لا لا، ببقى مقتنع براي المخرج طبعا. اصل محي طبعا زميل وفنان عظيم وكل حاجه، لكن بيبقى له هو نظريه معينه، والمخرج هو اللي شايف العمل ككل. يعني انا في كل اعمالي بؤمن انه اكيد راي المخرج هو راي السليم. يعني هل انت شخصيه مشاغبه اثناء العمل مع المخرجين؟ انا اشتغلت معاك. عمرك سمعت نفس؟ انا قلت لك ما اقدرش، انا هنا يعني ازيع الحلقه. بصي، ولازم ما اخدش طرف. بص هقول لك حاجه. انا اشتغلت معاكي في مسلسلين. سمعت نفسي. اشتغلت معاكي في مسرحيه سنتين. هي اشتغلت معايا في مسرحيه. أيوة. ونموذج فعلا مشرف للعمل على المسرح. وانا احترمها واحييها. بس انا في المسرحيه دي كان ليا رؤيه. ان انا شايف العمل ككل. وكانت هي يعني انا كنت عايز احطها في قالب جديد. فالاول مره
إيمان كانت توقف على المسرح وتغني وترقص وتمثل. دايما تطلع الأدوار الجاسوسة الخاينة فده كان شكل جديد. ويكفي أن المسرحية قعدت 6 شهور ودي لم تحدث في تاريخ المسرح مسارح الدولة، ما حصلتش. ليه مش احنا قعدنا 2 سنين بالقاهرة في 1000 عام؟ زمان أيام الجو الصحي. الجو الصحي؟ يعني لا دي جو مش صحي. لا الجو دي مي سيزون. والله؟ دي مي سيزون يعني شوية كده وشوية كده. طب اسمع محي، المسرحية دي توقفت ليه؟ والله المسرحية دي توقفت لأن الله يرحمه، هنتكلم بقى. الله يرحمه لأن أنا بعتبره طبعًا أبو المسرح المعاصر، الأستاذ كرم مطوع. هو أبو المسرح المعاصر وهو ليه بصمة في تاريخ المسرح ويفوق الجميع. وله إبداعات. لكن له خفقات كثيرة جدًا للأسف. لأن لما جه مسك هيئة المسرح قفل جميع مسارح مصر. ليه؟ وهي شغالة. ليه؟ له رؤية. أيوه بس في تذاكر شغالة وفي دولة وفي فلوس. راح لمحمود ياسين يا بكوات وهي في قمة نجاحها وبنجمين. حسين فهم وعزة العالي قال لك قفل. قفل. راح لسيد راد قفل قفل. كان بيعمل عالم قرود. راح الكوميدي قفل قفل. راح لعايم قفل قفل. جالي قلت له لا يمكن على جثتي يا انا يا انت مش هتعرف. لو قعدت 100 سنه وما اعرفش يقفل فعلا. فدخل معايا في كلاش، دخلت معاه في صراع. وصلته بالصراع لحد ما اترفض الله يرحمه. أسألك سؤال، يعني بما اننا جبنا سيره الاستاذ كرم مطوع كان ليه طريقه خاصه في الكلام. فانت تفكرتيني. زمان كنت بقلده. النار والزيتون. كنت بتقلده. انا فاكر مره عشان اجي اعمل نابليون. فاستاذ صلاح جايين قال له لازم الاستاذ محي يعمل نابليون على المسرح هنا. أيوة ومالوش دوبلير. فاكره في 1000 عام. وكان ايرفين جلايسر المخرج الالماني قال لك برضه مالوش دوبلير. قال له الله، طب نفرض ايه؟ قال لك المسرح هيقفل. فكرم تقول لا يمكن، لازم يجي، لازم يجي على جثتي، لازم يجي، ولازم يجي مش عارف ايه، ولازم وقعد يعمل حاجات زي كده. فصلاح جاهين وليستر راحوا يقابلوا كرم مطوع. نعم. عشان ياخدوا منه اذن انه يستعيروا محي من المسرح القومي للفرقه الاستعراضيه. فانا فاكر هذا اليوم لا انساه. كان يوم جمعه. وصلاح جاهين العظيم. والمخرج الالماني ارفين لايستر والاستاذ احمد عبد الحليم بالزبط. كان هو رايحين يستاذنوا الاستاذ كرم ان انا امثل هنا. واول دور في حياتي وانا ليا تاريخ. مش معروف لسه. فصلاح جاهين بيقول له معلش يا كرم، يعني محي اسماعيل يعني دي اول فرصه ليه. وهو اصله شكل نابليون. هو في حد في مصر تاني شبهه؟ هو شبه نابليون. والصوره هي وكده وحاجه زي. قالوا لا يمكن، مفيش حاجه اسمها استعيروا من هنا، مش هيحصل ده اطلاقا، ولا كرم ما يطاوع، ولا الوزير ياثر عليه، ولا اي حد ياثر عليه، ولازم مش هتاخده، مش هتستعيره، حاجات زي كده. فرد الثاني قال له معلش. فقال لي انت موافق على انك تروح في المسرح؟ قلت له انا موافق. قال لي بشكل ده هرفدك، انت ما تعرفش كرم مطاوع، انت ما تعرفنيش، هرفدك، همفيك، مفيش حاجه اسمها مسرح قومي، مفيش حاجه اسمها مسرح قومي. عادي يعمل حاجات زي كده.